يا مساء الفل وجمال على حضراتكم مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من مساء اون تايم. النهارده عندنا فقرات كتير وعندنا تفاصيل كتيره هنتكلم فيها مع حضراتكم، لان النهارده عندنا احداث كتيره جدا، احداث تخص منتخبنا الوطني الاول بقياده الكابتن حسام البدري وقائمه منتخب مصر اللي تم اعلانها النهارده. عشان كده حتى سؤالنا لحضراتكم النهارده على صفحات اون تايم سبورتس على السوشيال ميديا، بعد ما تم اعلان قائمه منتخب مصر للتجمع القادم مباراتي انجولا والجابون على الترتيب، مباراه انجولا ان شاء الله يوم 1 سبتمبر، مباراة الجابون يوم 5 سبتمبر إن شاء الله في الجولة الأولى من التصفيات أو المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. سألنا لحضراتكم مين هو البديل الأنسب لمحمد صلاح؟ محمد صلاح والنني موجودين في القائمة تحسبا إن يبقى في بارقة أمل ويقدروا يكونوا موجودين في التجمع القادم، ولكن حتى الآن محمد صلاح والنني مش هيكونوا موجودين. عشان كده ابعتوا لنا قولوا لنا مين أحسن اللاعبين والأسماء اللي موجودة في القائمة اللي أعلنها الكابتن حسام البدري ممكن يكون هو البديل الأول لمحمد صلاح في قائمة منتخبنا أو في تشكيلة منتخبنا المصري مع الكابتن حسام البدري. كمان في فقرتنا الأولى هيكون ضيفنا العزيز اللي هو أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، هنتكلم معه عن تفاصيل كتيرة تخص فريق البنك الأهلي. في فقرتنا الثانية هيكون معنا اتنين من أهم نجوم الزمالك والأهلي ونجوم مصر قبل ما يكونوا نجوم الأهلي والزمالك، كابتن إسماعيل يوسف وكابتن وليد صلاح الدين. هنتكلم معهم عن تفاصيل كتيرة جدا، رأيهم في قائمة الكابتن حسام البدري، هنتكلم معهم عن ظواهر عديدة جدا تخص الدوري المصري الممتاز، وإحنا خلاص في آخر أيام الموسم الحالي. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وهنتعرف منهم على أهم ظواهر الموسم الحالي. نبتدي أخبارنا سريعا مع حضراتكم، والنهاردة اليوم مليء بالأخبار، يعني في أخبار كتيرة جدا وأخبار مهمة جدا. نبتديها بالأخبار الأهم بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وهي الصفقات الجديدة. يمكن على مدار الأيام اللي فاتت والأسابيع اللي فاتت كنا عارفين إن كريم فؤاد جاي النادي الأهلي، كنا عارفين إن الموزمبيقي لويس ميكيسوني جاي النادي الأهلي، كنا عارفين إن جنوب أفريقي بيرسي تاو جاي النادي الأهلي، ولكن النهاردة تم الإعلان رسميا عن ثلاث صفقات هتكون موجودة في قائمة النادي الأهلي الموسم القادم. ولسه قبل ما ندخل لحضراتكم ونطلع مع حضراتكم على الهواء دلوقتي، جات لنا أخبار مؤكدة إنه خلاص حسام حسن مهاجم سموحة السابق بيجتاز الفحص الطبي عشان يكون رابع صفقات النادي الأهلي في الموسم الجديد. لو استعرضنا مع حضراتكم بعض البيانات الخاصة بكل صفقة على حدة، وابتدينا بكريم فؤاد باك يمين امبي، هو الحقيقة هو بيلعب باك يمين وباك شمال، وهو صفقة مفيدة جدا بالنسبة لموسيماني بيتسو موسيماني المدير الفني جنوب أفريقيا النادي الأهلي. دي إحصائيات أو دي كل بيانات كريم فؤاد، وعنده 21 سنة، طبعا كان بيلعب في نادي النجوم وتم إعارته النادي امبي، لعب 26 لقاء في الموسم الحالي مع الكابتن حلمي طولان، ودي حاجة لازم برضو نقولها ان الكابتن حلمي طولان من افضل المديرين الفنيين اللي بيعرفوا ازاي يطوروا اللعيبة اللي تحت ايديهم، وشوفنا ده مع محمد شريف كان ظاهر وباين جدا. لعب 26 لقاء، صنع 5 اهداف، سدد 7 تسديدات، عمل 52 عرضية، عرضياته الصحيحة 13 عرضية، دقة عرضياته نسبتها 25%، واستخلص الكرة 241 مرة. الحقيقة انه صفقة مهمة جدا، اللعيب صغير في السن زي ما حضراتكم شايفين، عنده 21 سنة، بيلعب في المركز الباك اليمين، بيلعب في مركز الباك الشمال، ودي بتبقى ميزة كبيرة جدا ومهمة جدا لأي مدير فني، ان انت يبقى عندك لعيب تقدر تستخدمه وتقدر تعتمد عليه في اكتر من مركز. لو روحنا بقى لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني السابق واللي سجل هدف قبل كده في لقاء الأهلي وسيمبا في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، لو استعرضنا بياناته هنلاقي إن هو عنده 26 سنة، جنسيته طبعا موزمبيقي، كان بيلعب في نادي سيمبا، عدد مبارياته في دوري أبطال أفريقيا 12 مباراة، صنع 3 سجل 3 أهداف، ودوليا شارك مع منتخب بلاده في 27 مباراة سجل خلالها 4 أهداف. طالما بنتكلم على صفقات النادي الاهلي، معانا على الهاتف رئيس نادي النجوم الاستاذ محمد طويله. استاذ محمد مساء الفل على حضرتك. استاذ ابراهيم مساء الخير. مساء الفل عليك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. عايزين نعرف بقى تفاصيل صفقه كريم فؤاد وازاي تم انهاء الصفقه للنادي الاهلي. هو اولا تحياتي لكل مشاهديك، وبالنسبه لموضوع كريم فؤاد يعني هي الحاجه اللي لازم تبقى النهارده يعلن عنها، ان احنا والاهلي مخلصين الصفقه دي منذ اكثر من شهر بكامل تفاصيلها. تمام. يعني الاتفاق تم تماما، ولكن احنا دايما بنحترم
رغبه الشريك او رغبه الطرف الاخر اللي هو النادي الاهلي. وده كان حصل فعلا. الكابتن محمود خطيب اتصل بي وطلب ان احنا ما نعلنش عن الصفقه وما نعلنش عن اي تفاصيل الا بعد اتمام الموسم، خاصه الاهلي كان عنده منافسات قويه وتحديات كبيره، وخاصه بطوله افريقيا، فتره بطوله افريقيا. واحنا وافقنا على المبدا لصالح الاثنين، لصالح النادي الاهلي طبعا اللي هو هيلعب له اللاعب لمده 5 سنين، ولصالح اللاعب نفسه عشان يكون مركز في حاجتين مهمين. تمام. يكون مركز في مع المنتخب الاولمبي، ويكون مركز مع انبي اللي هو النادي صاحب الحق في اللاعب لاخر يوم في الدوري. خاصه ان هو، ودي فرصه ان انا بجد اتقدم بكل الشكر والتقدير لنادي انبي، وخاصه الكابتن حلمي طولان والكابتن عبد الناصر محمد، وازاي احتضن اللاعب، وازاي الكابتن حلمي قدر ان هو ينمي من قدراته ويكتشف فيه حاجات مهمه احنا عارفينها من زمان. بس الحقيقه اما بيكون في مدرب امين ومدرب حريص على اللاعب بتاعه، ورغم ان اللاعب هو عارف ان هو معار وقد لا يتم قيده في انبي، مفهوم، لكن الراجل مهني لدرجه كبيره جدا وامين مع نفسه، بيدي كل لاعب حقه. وكان ممكن واحد في موهبه كريم ده هو خلال فتره الاعاره كان ممكن يعني ما تبانش موهبته، صحيح، ولكن اختيارنا كان صح. احنا اخترنا نادي محترم انبي ومدرب محترم جدا الكابتن حلمي. المقابل المادي للصفقه محمد بيه كان قد ايه للنادي الاهلي؟ المقابل المادي خلاص طبعا طالما تم النهارده الحمد لله كل شيء تم الاعلان عنه من النادي الاهلي، كان المقابل المادي 15 مليون بالاضافه الى بعض المميزات الاخرى من خلال الاوبشنز اثناء تواجده مع النادي الاهلي. نسبه من اعاده البيع؟ في نسبه من اعاده البيع. قد ايه يا فندم؟ هو انا ما بدي، انا جميع اللعيبه اللي عندي ما بطلعهاش بنسبه اقل من 25% بصفه عامه. يعني في حاجة تانية بقى لو مثلا لو احرز بطولات مع النادي الاهلي او حاجة زي كده؟ طبعا الحاجات دي كلها موجودة، بس يعني انا افضل انها خلاص دي بقى باجتهاد اللاعب، وهو عليه ان هو يجتهد، هو هيستفاد والاهلي هيستفاد والنادي النجوم طبعا بالطبع هيكون مستفيد. واضح ان السياسة اللي بينتهجها نادي النجوم محمد بيه خلال الفترة اللي فاتت ان انتوا بتحاولوا توجدوا بعض اللعيبة اللي تكون معارة في اندية الدوري المصري الممتاز وتستثمروا من خلالهم. اعتقد ان في برضو 2 لعيبة في انبي بنفس الشكل. انا لسه بقول لك انبي مدرسة قوية جدا 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 ومحترمين في تعاملاتهم، فانت يعني بتعتبر المكان مكان امين تحط فيه ولادك. ايوه. اثنين، انا مش منتهج السياسه دي من دلوقتي، احنا من يوم ما انشئ النادي احنا مهمتنا الاساسيه كانت ازاي نكتشف لاعب موهوب وبعدين تنميه قدرات هذا اللاعب الموهوب. تمام. الموهوب. ودي هتاخدنا ابراهيم لنقطه مهمه جدا، ان هي ان احنا جايبين اكبر مدرسه في العالم في الجزئيه بتاعه تنميه قدرات اللاعب. يعني مش مهم يبقى عندك لاعب موهوب، المهم انك انت كيفيه تنميه قدراته. فاحنا جايبين مدرسه نادي بنفيكا البرتغالي، وهو مصنف عالميا انه احسن مكان بينمي قدرات اللاعب الموهوب. اخيرا اتفضل. الحمد لله ان 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 الناس بتوع بنفيكا اللي موجودين عندنا داخلين في السنه الثالثه دلوقتي هم اللي مطلعين كريم، وهو عنده 17 سنه عشان يلعب مع الفريق الاول للنجوم، وهم مطلعين محمود صابر اللي امبارح يمكن انت شفت ماتش امبارح تألق وعامل في ماتش بيراميدز، وكان بيراميدز والمقاصة يعني هو احرز هدف وعمل 3 اسيست 3 جوان، ولعيب انا بقول لك يعني بلا مجال للشك هيكون من احسن لعيبه كره القدم في مصر في الفتره الجايه. ده برضه من الناس اللي صعدتها، هم مصعدين 5 لعيبه ان شاء الله كلهم بياخدوا مكانه كويسه جدا ان شاء الله من خلال تنميه مواهبهم. يعني اخيرا محمد بيه، كان في كلام اتقال وقت الاولمبياد ان ممكن النادي الاهلي يصرف نظر عن صفقه كريم فؤاد، هل اتفتح الكلام ده ولا دي كلها اخبار غير دقيقه وغير صحيحه؟
بص يا ابراهيم، هي فكره اللي يمشي ورا السوشيال ميديا والكلام ده كلام غير. اولا الاهلي نادي مبادئ، دي حقيقه ما حدش يقدر ينكرها. في الفتره دي كنا خلاص يعني الفتره اللي طلعت الاشاعه دي ايوه كان تم التوقيع وتم الاتفاق على كل حاجه والموضوع منتهي. الحاجه اللي اهم من كده هو انت عندك ثقه في اللاعب بتاعك، فمش هتنزلق ورا الكلام ده اهو. تمام. لكن المؤكد ان الاهلي قناعته باللاعب غير عاديه، وده اللي اللاعب عليه نسبته في الفتره الجايه، لانه هو لاعب يعتبر ان من شاء لعيبه الله. الجوكر اللي ممكن يلعب في اكثر من 4 اماكن داخل الملعب. والمقابل المادي تم دفعه بالكامل ولا على اقساط؟ بص، هو طبقا لما تم الاتفاق عليه، يعني احنا برضه بقول لك، ما هو في فروق بين الانديه. ايوه. الاهلي من الانديه اللي ممكن يتعبك جدا جدا اثناء المفاوضات ويدقق جدا ويحط كل تفصيله صغيره وتفصيله بتاع، ولكن تم عندما يبدا الالتزام لا، فهو ملتزم في ماشيين طبقا للاتفاق بشكل جيد جدا. استاذ محمد الطويله رئيس نادي النجوم، كل الشكر لحضرتك، وان شاء الله تكون اهلا صفقه موفقه للنادي الاهلي وصفقه موفقه لكريم فؤاد، واحد من العناصر والمواهب الواعده في الكره المصريه. ضمن الصفقات اللي ابرمها نادي الاهلي او اعلن عنها نادي الاهلي النهارده بشكل رسمي هو الجناح الجنوب افريقي بيرسي تاو. والحقيقه ان اللعيب ده لعيب مميز جدا، يعني اي حد من حضراتكم هيقدر يدخل يشوف بعض فيديوهات او لقطات لبيرسي تاو هيكتشف ان هو لعيب مميز جدا، لعيب مهم جدا، هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. طبعا يتوقع بقى التوفيق وعدم التوفيق، دي قصه ثانيه، بس اللعيب ده كامكانيات، لا امكانيات لعيب جامد جدا 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 جدا. وعنده 27 سنه، جنوب افريقي، كان بيلعب في برايتون الانجليزي، ما شاركش بشكل كبير، بس مجرد وجوده في البريمير ليج اكيد هو لعيب وخامه جيده جدا، لان الناس دي ما بتشتريش لعيب غير لما بتكون متاكده 1000000% انه موهبه وخامه تصلح. يعني لعب 20 لقاء في الدوري الانجليزي، صنع هدفين، سجل 4 اهداف، وشارك طبعا دوليا مع منتخب جنوب افريقيا في 25 لقاء سجل خلالها 12 هدف. غير بقى طبعا بيرسي تاو وغير كريم فؤاد وغير لويس ميكيسوني، عندنا حسام حسن، لسه كنت بقول لحضراتكم، مهاجم منتخب مصر ومهاجم سموحه السابق اللي انضم او اجتاز الكشف الطبي مع النادي الاهلي من دقائق قليله جدا. والحقيقه ان حسام حسن من الناس اللي كانت تستحق فرصه في نادي، مش عايز اقول طبعا سموحه نادي كبير ونادي عنده اداره محترمه وعنده جهاز فني محترم وما شاء الله ماشيين بشكل جيد جدا في الدوري المصري ممتاز، بس حسام حسن كان يستحق فرصه اكبر، مشاركه في بطولات افريقيه بشكل مستمر، مشاركه مع منتخب مصر بشكل مستمر، لان فعلا حسام حسن لعيب كويس جدا ولعيب من اللعيبه اللي عندها ميزه مش موجوده عند لعيبه كتير في الدوري المصري، وهي الاستمراريه. يعني هتلاقي حسام حسن من ساعه لما كان في الداخليه مرورا بسموحه حتى في مشاركاته مع منتخب مصر عنده مستوى ثابت بيقدمه، وعنده نسبه تهديفيه وقدره تهديفيه بقالها فتره في نفس المستوى، ممكن تزيد حاجه بسيطه تقل حاجه بسيطه، لكن في الاخر هو بقاله 4 5 سنين تقريبا واحد من اكتر الهدافين او من اهم الهدافين اللي موجودين في الكره المصريه. ممكن ما يكونش اهمهم، ممكن ما يكونش افضلهم، ممكن يكون في ناس نجمها بيبزغ اكتر منه، ولكن على مدار ال5 سنين او ال4 سنين اللي فاتوا لما هتيجي تعد المهاجمين اللي موجودين في الدوري المصري لازم هتقول حسام حسن من ضمنهم. ممكن بقى حد يحطه في المرتبه الاولى، حد يحطه في المرتبه الثانيه، في الثالثه، في الرابعه، بس لازم هتلاقيه في 4 5 اسماء هم اهم مهاجمين وفراوده موجودين في الدوري المصري في الكره المصريه. عشان كده اعتقد ان الفرصه دي لحسام حسن فرصه مهمه جدا بالنسبه له، يعبر من خلالها عن امكانياته الكبيره، وفرصه هو كان يستحقها انه يكون موجود في الاهلي، موجود في الزمالك، موجود في نادي بيشتغل على يعني اكسبوجر او على مساحه من البطولات كبيره تخلي حسام حسن نجمه يعلى اكتر واكتر، طبعا اكتر ما كان هو عالي مع فريق سموحه في الفتره اللي فاتت. حسام حسن طبعا عنده 27 سنه حاليا، هو كان معار لاهلي طرابلس الليبي، عدد مباراته في الدوري الليبي 20 مباراه، صنع 5 اهداف وسجل 5 اهداف، وشارك حسام حسن مع منتخب مصر في 3 لقاءات ولم يسجل اي هدف خلال هذه اللقاءات. طبعا كل التوفيق لحسام حسن وكل التوفيق لكل الصفقات الجديده في كل الانديه، سواء الاهلي بيعمل صفقات جديده كل التوفيق ليهم، الزمالك بيعمل صفقات جديده كل التوفيق ليهم، كل الانديه كل صفقاتها، كل التوفيق لكل الانديه في صفقاتها الجديده عشان نشوف دوري الموسم اللي جاي يكون دوري قوي، لان لما الاهلي بيبقى قوي جدا، الزمالك قوي جدا، الاسماعيلي قوي جدا، وكل الفرق بتدعم صفقاتها بشكل كبير،
احنا بنستمتع واحنا المستفيدين نشوف دوري قوي، دوري تنافسي كبير جدا شبه الدوري اللي شفناه السنه دي اللي كان فيه تنافس في كل المراكز في قمه الجدول وفي منتصف الجدول، وفي حتى في صراع البقاء في منطقه القاع كان في صراع شديد جدا على البقاء في الدوري المصري الممتاز. وهنا لازم نتكلم على نقطه مهمه جدا في النادي الاهلي فيما يخص الصفقات قبل ما نروح لمنتخب مصر وقائمه منتخب مصر. واحده من الحاجات المهمه جدا اللي بتضمن ليك كفرقة ان انت تفضل على القمة وان انت تفضل بتنافس على البطولات طول الوقت هي ان انت ازاي تعرف تدعم نفسك وتدعم صفوفك وانت كويس مش وانت وحش. يعني النادي الاهلي السنة دي محقق بطولة افريقيا للموسم الثاني على التوالي، محقق السوبر الافريقي امام نهضة بركان، ثالث كاس العالم للاندية، بيخسر الدوري في الرمق الاخير في الجولة قبل الاخيرة، فهو في مرحلة تنافسية جيدة جدا بل ممتازة. يعني هو تقريبا من لو مثلا بنقول داخل خمس بطولات هو محقق حتى الآن ثلاثة منهم، بقيله الكاس وبقيله الدوري. لما تكون انت في المرحلة دي والمرحلة الممتازة دي من المنافسة على البطولات ومن تحقيق البطولات وتكون بتدعم نفسك، دي المرحلة الأصح والأظبط ان انت تكون بتقدر تدعم فيها فرقتك عشان تفضل طول الوقت مجدد الدوافع عند اللعيبه طول الوقت، في فريش بلاد، في دم جديد بيخش الفرقه، فتفضل فرقتك طول الوقت في اتم حال وافضل استعداد عشان تنافس على كل البطولات. ودي نقطه فارقه على فكره، دي نقطه فارقه عشان فكره الاستمراريه، ما تبقاش بتحقق بطوله وتحقق بطولتين وخلاص وتنام عليهم 3 4 5 6 7 سنين، ان انت تبقى كل سنه عندك دوافع جديده وعندك لعيبه جديده عايزه تثبت نفسها وعايزه تجيب بطولات. الدوافع دي بتتخلق بالشكل ده، غير لما تبني بقى وانت وحش، غير لما تبني وانت في القاع، غير لما تبني وانت بتخسر بطولات، بيبقى صعب يعني باللغة البلدي وباللفظ البلدي الدارج يعني بتعتل عشان تعرف بعد كده تبني فرقة. لما بتبني وانت العجلة دايرة وشغالة وبتعرف تجيب بطولات، غير تماما لما بتبني وانت ايه في القاع ومش عارف تجيب اي بطولة وبتخسر كل بطولاتك. فحسنا فعلت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، هم عاملين صفقات قوية جدا، وأعتقد يعني نص الاعتقاد ده معلومة ونصه توقع شديد، يعني إن خلال الأيام القليلة القادمة هيبقى في مفاجآت تانية في النادي الأهلي فيما يخص التعاقدات. هو حتى الآن إحنا بنتكلم في بيرسي تاو، كريم فؤاد، ليس ميكسوني، حسام حسن، ولسه في مفاجآت أعتقد بالنسبة للنادي الأهلي. وزي ما كنت بقول لحضراتكم دي فرصة مهمة جدا أو نقطة مهمة جدا في الاستمرارية في تحقيق البطولات. وعلى الجانب الاخر ده معناه ان في بعض اللعيبه موجودين في القائمه الحاليه مش هيكونوا موجودين ومش هيكملوا مع النادي الاهلي الموسم اللي جاي، ودي برضو نقطه مهمه، ان اللعيب اللي ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليه انه يكون موجود في الاهلي او في الزمالك دي فرصه ما بتتكررش كتير، دي فرصه بتجيلك في العمر مره واحده، يا تستغلها وتمسك فيها بايديك واسنانك يا اما القطر مش هيقف لك، القطر هيعديك وهيجي غيرك ويركب ويتألق وينجح وينجح فرقته فيتم الإبقاء عليه. لكن أي حد هيروح الأهلي والزمالك وهيعتمد أنه هيلعب ماتش ماتشين ثلاث أربع ماتشات ويعيش عليهم خمس ست سنين، ده ما بيحصلش في الأهلي وفي الزمالك، حتى لو حصل في بعض الفترات بس ما بيحصلش طول الوقت. فده معناه أن في بعض الأسماء اللي ما استغلتش الفرصة جوه النادي الأهلي مش هتكون موجودة الموسم اللي جاي. من اخبار النادي الاهلي المفرحه جدا لكل جمهور الاهلي والحقيقه للجماهير المصريه، لان هو لعيب محترم جدا ولعيب مميز جدا وكان غايب لفتره طويله جدا بسبب اصابات متكرره، هو محمد محمود. محمد محمود بيعود للظهور في قائمه النادي الاهلي للقاء اسوان، اللقاء اللي هيتلعب بكره بمشيئه الله في الجوله الاخيره من بطوله الدوري، بيعود للظهور مره تانية بعد فتره غياب من امتى بقى، من يناير 2019. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في شهرين وسبع سوري في سنتين وسبع شهور، بنتكلم في سنتين ونص تقريبا. محمد محمود لعيب مميز جدا 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 جدا، واحد من اكتر اللعيبه اللي عندها كوره حلوه قوي، لعيب صغير ولعيب قدر ربنا سبحانه وتعالى انه ما كانش موفق في موضوع الاصابات ده، عطلته كتير قوي واخرته كتير قوي، بس كل قدر ربنا سبحانه وتعالى خير، فان شاء الله اللي جاي ليه يبقى افضل ويبقى احسن. المهم بس ان هو يرجع بشكل جيد وبشكل طبي مظبوط وما يستعجلش على نفسه ويحط رجليه في الملعب، ولو حط رجليه في الملعب وبدنيا كان كويس اعتقد ان هو هيبقى اضافه مهمه جدا 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 لخط وسط منتخب مصر وخط وسط النادي الاهلي. فحمد لله على السلامه يا محمد، وان شاء الله تكون بدايه وعوده موفقه ليك، ربنا سبحانه وتعالى يحميك فيها من شر الإصابات مرة تانية. نقول لحضراتكم سريعا قائمة النادي الأهلي
في لقاء الغد امام اسوان، حراسه المرمى مصطفى شوبير، حمزه علاء، احمد طارق سليمان، خط الدفاع محمود وحيد، سعد سمير، رامي ربيعه، محمود متولي، بدر بنون، محمد هاني، ياسر ابراهيم، احمد رمضان، بيكهام، خط الوسط اليو ديانج، كريم نيدفيد، اكرم توفيق، محمد محمود، كوكا، طاهر محمد طاهر، وخط الهجوم ولتر بواليا، صلاح محسن، مروان محسن، ومحمد شريف. وطبعا القايمه اللي احنا شايفينها دي ده معناها انه مثلا في حراسه المرمى ان شاء الله بكره هيبقى موجود مصطفى شوبير هياخد فرصه، خط الدفاع يعني هيبقى في اسماء جديده، وواضح ان بيتسو موسيماني مريح ناس كتيره جدا من اللعيبه، خاصه اللعيبه الدوليين هيبقى عندهم قايمه منتخب مصر، عندهم تجمع منتخب مصر، فطبعا هيبقى ارهاق يعني ما بعده ارهاق عشان يخلصوا كل الموسم ده والبطولات دي، وكمان يكملوا مع منتخب مصر، هوب يرجعوا يلاقوا نفسهم بيبتدوا الموسم الجديد، فحب موسيماني ان هو يريحهم، ودي فرصه كويسه جدا. خلاص الاهلي مش عايز حاجه من لقاء الغد، بيدي فرصه للعيبه اللي موجودين، واللعيبه اللي موجودين قادرين ان هم يلعبوا هذا اللقاء بالتاكيد. كمان عندنا خبر خاص من النادي الاهلي او خاص بالنادي الاهلي، وهو رحيل ناصر ماهر. ناصر ماهر كل الاخبار بتقول من فتره طويله ان هو راح بيراميدز، لسه بقى في ضغطه من النادي الاهلي، النادي الاهلي في مفاوضاته زي ما كان بيتكلم كده استاذ محمد الطويله، النادي الاهلي دايما بيبقى عايز يطلع من اي صفقه احسن حاجه واكتر حاجه ممكنه، بيسترتش المفاوضات دي الى اعلى مدى ممكن عشان يطلع باقصى استفاده. فالنادي الاهلي متمسك لسه مازال انه يقدر ياخد ابراهيم عادل، طبعا واحد من اللعيبه الواعده جدا في الكره المصريه، واحد من اللعيبه الواعده جدا في صفوف بيراميدز، او المهدي سليمان اللي هو حارس مرمى بيراميدز. طبعا المهدي عنده مشاكل كتيره وعنده مش هو يعني كبني ادم، بس هو عنده مشاكل كتيره مع بيراميدز على مدار الفترات اللي فاتت، يعني دخل في اكتر من مشكله مع بيراميدز، وكل الاخبار بتقول ان هو مش مكمل معاهم الموسم اللي جاي. فعشان التفاصيل دي كلها النادي الاهلي بيضغط انه يكون موجود مهدي سليمان او ابراهيم عادل. الخبر بنسبه يعني 99.9 ان خلاص ناصر ماهر في بيراميدز، وعلى فكره ناصر يفيد جدا فريق بيراميدز، زي ما شفنا قفشه كده ظهر مع بيراميدز بشكل هايل جدا. اعتقد اي فرقه تتمنى ان ناصر ماهر يكون عندها لعيب عنده موهبه جامده جدا، ما وفقش فيه فرصته مع النادي الاهلي، ولكن ده لا يعني انه ما يقدرش يوفق مع فريق تاني، لا يقدر، وممكن يكون الوضع في الاهلي بالنسبه له مش قادر يثبت نفسه، بس يقدر يثبت نفسه في فرق اخرى، وشفنا يعني دلائل كتير على القصه دي. النادي الاهلي لغايه اخر وقت بيحاول ان هو ياخد ابراهيم عادل او المهدي سليمان من فريق بيراميدز. من اخبار النادي الاهلي نروح لقائمه منتخب مصر، والحقيقه طبعا قائمه منتخب مصر هيبقى لينا فيها كلام كتير جدا مع كابتننا كابتن اسماعيل يوسف وكابتن وليد صلاح الدين. نستعرض سريعا مع حضراتكم القايمه اللي تم اعلانها النهارده عشان تشارك في اللقاءين اللي جايين، لقاء او لقائي انجولا والجابون على الترتيب. حراسه المرمى عند حضرتك الشناوي وابو جبل والهاني سليمان، خط الدفاع اكرم توفيق، باهر المحمدي، عمر جابر، ايمن اشرف، محمد عبد الشافي، احمد ابو الفتوح، احمد حجازي، الونش وعلي جبر، خط الوسط طارق حامد، عمرو السوليه، حمدي فتحي، حسين الشحات، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، محمد مجدي قفشه، والنني. الهجوم صلاح محسن ومحمد شريف، مصطفى محمد واحسن واحمد حسن كوكا ومحمد صلاح. اقول لحضراتكم حاجه سريعه وبعدين نعلق تعليق على القايمه. بالنسبه للقصه طبعا اللي كانت طول الوقت الناس بتتكلم فيها، هيحمل شرطة القيادة، وكابتن حسام البدري حسمها وقال ان محمد صلاح هو قائد منتخب مصر وكابتن منتخب مصر، محمد صلاح مش هيكون موجود غالبا في هذا التجمع، فترتيب شرطة القيادة بالنسبة لمنتخب مصر هيبقى عبد الله السعيد، محمد عبد الشافي، عمرو السولية، احمد حجازي. نروح بقى للقائمة نفسها. القائمة نفسها يعني فيها قصتين، فيها تفصيلتين. التفصيل الاولانية طبيعي ومنطقي جدا ان هيبقى في رؤى فنية مختلفة لقائمة منتخب مصر، ولكن ده يعني ان اصحاب الرؤى المختلفة، الرؤى الفنية المختلفة بالنسبة لقائمة منتخب مصر، ده لا يعني ان هما مش في ظهر الكابتن حسام البدري، وده لا يعني ان هما مش مدعمين منتخبنا الوطني. دي رؤى فنية، وفي كل حتة في الدنيا اي قائمة منتخب بيتم الاعلان عنها بيحصل عليها لغط، بيحصل عليها اختلاف في وجهات النظر، وده طبيعي. المهم ان الاختلاف ده يكون بشكل محترم وشكل فني، وجهة نظر فنية، لكن الوجهات النظر الفنية ما فيهاش قرآن، يعني ما فيهاش حاجة يا ده يا ما فيش، ما فيهاش صح مطلق وما فيهاش خطأ مطلق، فطبيعي جدا ان يبقى في جدال ولغط وكلام، ان يا ريت كنت اخدت ده، يا ريت ما كنتش اخدت ده، طب ده كان احسن، ده ما كانش احسن، وهكذا. واللي انا عارفه ودي معلومه بقولها لحضراتكم، ان كابتن حسام البدري كان عايز ياخد بعض الاسماء في التجمع ده، يعني مثلا شكري نجيب كان واحد من الاسماء اللي كابتن حسام البدري كان عايز ياخدها،
شكرا نجيب. بسم الله ما شاء الله، عامل موسم هايل مع كابتن ايهاب جلال مع فريق الاسماعيلي، جايب 9 اهداف، مشارك في صنع 3 اهداف، عامل موسم مختلف، بس الوقت مش سامح بالنسبه للكابتن حسام البدري ان هو ياخده. ابراهيم عادل واحد من العناصر اللي كابتن حسام البدري مقتنع ان هو لعيب واعد جدا، جاب السنه دي 11 هدف مع بيراميدز وصنع 2 اهداف. واكتر من لعيب تاني، عندك احمد رفعت جاب 8 اهداف وصنع 5 اهداف، عندك احمد عبد القادر اللي عامل موسم ولا اروع ولا اروع مع فرقه سموحه. احمد عبد القادر بجد واحد من اهم نجوم الموسم مع فرقه سموحه، جاب 9 اهداف وصنع 5 اهداف، برضو من الاسماء اللي كابتن حسام البدري شايف ان هم متالقين في الدوري. كريم بامبو جايب 11 هدف. في اسماء كتيره جدا كابتن حسام البدري شايف ان هم عناصر واعده كانت تستحق ان هي تكون موجوده، بس الظرف الحالي من ضيق الوقت للتجمع المزنوق، انه عنده تصفيات وعايز لعيبه يكون عندها خبرات دوليه خبرات افريقيه يعرف يتعامل معاهم او يعتمد عليهم، ده اللي صعب عليه الامور انه يقدر يجيب اللعيبه دي. لكن هم موجودين في الصوره الكبيره وفي تحت انظار كابتن حسام البدري والجهاز الفني لمنتخب مصر، فدي نقطه مهمه جدا. اللي بقى يقول ان اللعيبه دي لازم تكون موجوده ده حقه جدا وما عندوش اي مشكله، وطبيعي ان مثلا حد يقول ده احمد عبد القادر لازم كان يبقى موجود، اه طبعا عادي. فالاختلاف في وجهات النظر ده طبيعي ومنطقي. عايز بس اخد حضراتكم بقى لنقطه ثانيه، لان دي نقطه مهمه جدا 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 جدا، ويا ريت الناس تبقى بتاخد بالها منها، لان هي نقطه ما ينفعش نفكر بيها زاويه، ما ينفعش نفكر بيها، وكمان ما ينفعش يبقى اللي بيفكر بيها ناس متخصصه هي المفروض تساعد غالبيه الناس ازاي تتعامل في النظر مع قائمه منتخب مصر. وهي فكره انه ايه، هو قائمه منتخب مصر فيها كام واحد من الاهلي وفيها كام واحد من الزمالك؟ ده قائمه منتخب مصر، اسمها قائمه منتخب مصر، قائمه منتخب مصر، قائمه منتخب مصر، اقولها 17 مره، منتخب مصر. لعب بقى فيها من الاسماعيلي، من المقاولين، من الاهلي، من الزمالك، من السنبلاوين، من الاتحاد، من اي حته، دي قائمه منتخب مصر. ايا كان اللي بيلعبوا في منتخب مصر دول الوان فانيلات انديتهم ايه، احنا في ظهرهم واحنا معاهم واسمهم لعيبه منتخب مصر. واللي بجد بيقعد مع الناس او بيقعد مع اللعيبه وبيشوف اللعيبه وبيسمع اللعيبه ما عندهمش القصه دي خالص. اللعيبة اخوات واصحاب وبيحبوا بعض جدا وبيخشوا قائمة منتخب مصر او بيخشوا تجمع منتخب مصر، ولا في دماغهم كل الكلام ده، ولا في دماغهم كل الكلام ده. ما يبقاش في دماغهم غير حاجة واحدة بس، ان منتخب مصر يبقى في احسن مكانة ممكنة. وده على فكرة مش في الجهاز الفني الحالي، يعني دي مش حاجة مثلا، مش سنة حميدة طلعت مع الجهاز الفني الحالي، ده في كل الاجهزة الفنية اللي موجودة لمنتخب مصر على مدار الاجيال والتجمعات، ان دايما الاهلي او الزمالك او لعيبه الاهلي والزمالك او كل الانديه، قائمه منتخب او تجمع منتخب مصر ده ملوش علاقه خالص بالانديه ولا منافسات الانديه، هو ليه علاقه ان اسم منتخب مصر واسم فريق مصر يبقى في احسن مكانه ممكنه. معانا واحد من اكتر الناس اللي ممكن يعني تشور علينا برايها في قائمه منتخب مصر، هو الكابتن احمد ناجي. كابتن احمد مساء الفل حضرتك. دايما كده موفق ودايما كده بنعمل ايه، ربنا يعز حضرتك يا رب. والاول عايزين نوجه تحيه لحضرتك على المستوى الرائع اللي فيه الهاني سليمان السنه دي. الحمد لله، طبعا موسم او موسمين كمان رائعين لهاني سليمان، يعني عايز يرد مواصفات فعلا يستحق انه موجود في قائمه المنتخب. يعني جهاز المنتخب فكر بشكل جيد جدا على حارس، من عنده مواصفات دوليه، عنده ثبات عالي جدا، عنده لعب تحت الضغوط عادي جدا بارد، يعني حاجه يعني كلها مواصفات كويسه، زائد ان اخطائه قليله جدا 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 للموسم ده، يمكن 3 4 اخطاء خلال 34 مباراه 33 مباراه. علينا اهداف كتير شويه لان احنا داخلين 10 ضربات جزاء، متزودش شويه عدد الاهداف، لكن هو اخطائه كهاني قليله جدا، يعني ما عداش 3 4 اخطاء. وطبعا المسؤولين في المنتخب متابعين كويس جدا وشايفين كويس جدا. حارس بيدي المجهود عالي جدا في التدريب ومش فارق معاه يعني حاجه خالص غير ان هو يكون كويس، وحتى لما بيتخطى الاختيار في المنتخب ما بيهمتش يعني بلغه الكوره، بالعكس
بيستمر يكافح ويناضل، وده طبعا يعني محصلة مجهود عمله فترة طويلة، وأنا بقول إن هو إن شاء الله يخش ويجتهد وينافس إن شاء الله. كابتن احمد، دايما انت بيبقى عندك عين مختلفه في حراس المرمى اللي موجودين في الدوري المصري، مين حارس المرمى اللي انت شايفه في الدوري المصري بتقول ان الحارس ده على مدار السنين اللي جايه باذن الله هيبقى حارس منتخب مصر؟ لا، هو في مجموعه الحراس الصغيرين طبعا انا هبتدي بيهم، يعني صبحي وجاد وعمر رضوان وعمر صلاح وشوبير، القوام المنتخب الاولمبي، دول حراس وعادين جدا وعندهم مستقبل ان شاء الله هيبقى رائع جدا. لكن الدوري العام المصري، هات اي مباراه في الدوري هتلاقي جنبها حارس، يعني لازم هتلاقي في المباراه، اي مباراه في الدوري ايوه هتلاقي حارس متالق وحارس هو مان اوف ذا ماتش، يعني صحيح. من كل الحراس، بسام وعامل ومحمد حمدي و يعني مش عايز انسى حد، يعني كل الناس، حراس الناس المصري حراس مختلفين جدا، كلهم يعني انا مش عايز انسى حد، لكن في سنه 6 7 8 10 حراس، البوزيشن ده في مصر مريح جدا وامن جدا. طبعا زائد بقى الحراس الكبار، محمد الشناوي، طبعا ابو جبل، عواد، جنش، هاني سليمان، يعني انا شويه بعد لك عدد كبير جدا، ايوه يعني ما بتشوفش في اي دوري في اي مكان في العالم العدد ده من المجيدين في مركز حراسه المرمى بالشكل ده. صحيح. كابتن احمد، اخيرا بقى، في بوست حضرتك نزلته كده على فيسبوك من كام يوم بتقول يعني ما معناه ان ربنا يعينك عشان القرار صعب قوي، الموضوع ده عمل لغط كبير جدا يا كابتن احمد، فاحنا عايزين نعرف بقى ايه سر الموضوع ده. هو انا يعني طبعا مش هقول التفسيرات لان في 600 الف تفسير الناس فسرتها، فاحنا عايزين نعرف بقى من حضرتك التفسير الصح. والله انا يعني ده حاجه شخصيه جدا، كانت حاجه شخصيه جدا، ملهاش دعوه بالرياضه وملهاش دعوه بالكوره وملهاش دعوه باي يعني حاجه. كابتن احمد موجود في الجهاز الفني لسموحه السنه الجايه؟ لو نادي سموحه طبعا عايزني، وكابتن احمد سامي طبعا اتشرف بالعمل معاه، اتشرف بالعمل مع الاستاذ فرج عامر اللي هو يعني اخويا وصاحبي وحبيبي من زمان، من قبل ما اشتغل صحيح. في نادي سموحه، وبتشرف جدا ان اشتغل مع مدير فني رائع زي كابتن احمد سامي طبعا. لا، مفيش تفكير في كده خالص طب خالص، سؤالك بالعكس. يا كابتن احمد، هل كان في عرض رسمي من نادي بيراميدز لحضرتك والجهاز الفني لفريق سموحه؟ والله العظيم ما حصل، يعني انا ممكن اكون مثلا باخد قرار في جواز امينه، مش عارف ايه، حاجات كده يعني. ربنا يكرمك يا كابتن احمد، وانت تستاهل كل خير، وواحد من القامات اللي موجوده في الكره المصريه في تدريب حراس المرمى، الله وشايفين يخليك. بصماتك على مدار يعني السنين وعلى مدار الاجيال يا كابتن احمد، انا وموفق بس ان شاء عايز الله. اقول حاجه، ان بفضل الله بفضل الله، يعني شغلي بره مصر وجوه مصر كان لازم يبقى في حارس او اتنين في المنتخب، ولما اشتغلت في نادي سموحه يعني الهاني، يعني كان كل كفاحي ان هو فعلا يستحقوا المنتخب. انا النهارده في منتهى السعاده ان ما عداش علي نادي صحيح ما كانش صحيح فيه حارس الا لما كان في المنتخب، بفضل الله بفضل الله وبفضل الشغل الحراس وبفضل توفيق ربنا. فانا صحيح بحمد ربنا جدا جدا، حتى لو توقفت النهارده عن التدريب او قررت ان انا خلاص كفايه كده، انا سعيد جدا 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 ومبسوط وحققت كل يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بيه، وتواجدي في اي حته ربنا يديك طولة كان الصبح، مفيد لكل الاجيال اللي اشتغلت فيها. ربنا يديك طولة العمر في الملاعب يا كابتن احمد، وتفضل تمتعنا وتثري ملاعبنا بحراس مرمى كبار يا كابتن احمد. الله يخليك، كل الشكر، كل الشكر لكابتن احمد ناجي، مدرب حراس مرمى فريق سموحه طبعا ومنتخب مصر والنادي الاهلي، واحد من اهم الناس اللي موجودين في المكان ده، وياما طلع لنا حراس مرمى كبار، وياما طور مستويات حراس مرمى، واحنا شايفين هاني سليمان مع كابتن احمد ناجي نسخه تانية تماما، بالتاكيد هي النسخة الأفضل لهاني سليمان على مدار تاريخه. آخر خبر معانا قبل ما نستقبل اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي اللي مشرفنا ومنورنا النهارده، نقول لحضراتكم قرعة دوري أبطال أوروبا، لأن ليفربول واقع في المجموعة الثانية ومجموعة صعبة جدا. نقول لحضراتكم سريعا المجموعة الأولى، مانشستر سيتي طبعا اللي خسر البطولة في اللقاء النهائي السنة اللي فاتت أمام تشيلسي، معاه في مجموعته البي اس جي طبعا مجموعة نارية، هنشوف لقاءات قوية جدا ما بين جوارديولا بوتشيتينيو
وميسي بقى في مواجهة جوارديولا مع لايبزيج الألماني وكلوب بروج البلجيكي. المجموعة الثانية أتلتيكو مدريد على رأس المجموعة، معاه بقى مين؟ ليفربول وبورتو والميلان. مجموعة قوية جدا، مجموعة صعبة جدا، بس بإذن الله ليفربول ونجمنا محمد صلاح قادر على الصعود من هذه المجموعة. المجموعة الثالثة سبورتنج لشبونة، بروسيا دورتموند، أياكس أمستردام وبشكتاش التركي. المجموعة الرابعة إنتر ميلان، معاه ريال مدريد وشختار دونتسك وشريف تيراسبول المولدوفي. المجموعة الخامسة بايرن ميونخ، برشلونة، بنفيكا ودينامو كييف. المجموعة السادسة فيا ريال مع مانشستر يونايتد وأتلانتا الإيطالي ويانج بويز السويسري. المجموعة السابعة ليل مع إشبيلية وريد بول سالزبورغ النمساوي فولفسبورغ الألماني. وأخيرا المجموعة الثامنة تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب أمام اليوفي، يوفنتوس الإيطالي، وزينت سان بيترسبورغ الروسي، ومالمو السويدي. دي 8 مجموعات دوري أبطال أوروبا، البطولة الأهم والأقوى بالنسبة للأندية على مستوى العالم، واللي بنستمتع بيها كلنا، بتشوف متعة الكورة وزبد الكورة كلها في هذه البطولة. فاصل سريع ويكون مشرفنا بعد هذا الفاصل لواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي. خليكم معنا. واحد من أكثر الشخصيات الجميلة والمحترمة سيادة اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي. سيادة اللواء حضرتك مشرفنا ومنورنا. شكر جدا يا كابتن إبراهيم، وسعيد جدا أن أنا مع حضرتك النهاردة واتشرفت بيك، وخاصة أن احنا يعني في مناسبة سعيدة بالنسبة لنا الحمد لله بقاء الفريق بتاعنا في الدوري الممتاز. حضرتك مشرفنا ومنورنا كالمعتاد، وبنسعد بتشريف حضرتك لينا. وتقرير سريع ونرجع نبتدي حديثنا مع سيادة اللواء أشرف نصار. نجح فريق البنك الأهلي في البقاء بالدوري الممتاز في أول مواسمه، لتتواصل حكاية الفريق بين الكبار برغم الصعوبات التي واجهته في الدوري. عاش فريق البنك الأهلي أوقاتا صعبة خلال الموسم الحالي، عانى خلاله الخوف من العودة للقسم الثاني بعد تردي نتائجه خلال موسمه الأول بالدوري الممتاز، قبل أن ينجح في البقاء بدور الكبار في الجولة قبل الأخيرة بعد منافسة شرسة مع الفرق الهابطة. يحلم فريق البنك الأهلي بالإعلان عن نفسه بقوة في الموسم الجديد تحت قيادة اللواء أشرف نصار رئيس النادي. فأشرف نصار الرجل الذي يتطلع دائما إلى التطوير المستمر ومواكبة أحدث الطرق في الإدارة، والتي عادت بتطور كبير على منظومة كرة القدم والرياضات الأخرى في فترة قصيرة، حيث تحقق حلم فريق الكرة بالصعود إلى الممتاز بعد منافسة صعبة، لكنه استطاع أن يحمل الفريق ويذلل العقبات للبقاء بين الكبار. فمنذ تولي نصر قيادة النادي عام 2016 عامل على تطوير وخلق تطور كبير في أداء الألعاب الأخرى مثل السلة والكاراتيه، والسلة التي شهدت صعود فريق السيدات إلى الدوري الممتاز، وكذلك فريق السلة رجال إلى الممتاز باء. تتواصل الإنجازات عبر الطفرات الإنشائية التي حققها أشرف نصار، مواصلا التحدي في تقديم نموذج متطور مثل إنشاء الشهر العقاري والبريد المصري، بالإضافة إلى تطوير العديد من المنشآت. حرص نصار على تطوير الكثير من المنشآت الحيوية داخل النادي، إلى جانب الاهتمام بتطوير وتحسين الملعب الرئيسي للنادي وقاعة المؤتمرات، لتظل ثورة التطوير التي يقودها مستمرة، لتضع البنك الأهلي واحدا من الأندية المصرية المميزة. بنرحب بحضراتكم مرة تانية. أشرف بيه، هل في وقت من الأوقات حضرتك كنت قلقان أو خايف إن البنك الأهلي ما يوفقش في البقاء في الدوري؟ هو حضرتك بس الأول بشكر حضرتك على التقرير الجميل دوت، وبشكر حضرتك على الاستضافة النهاردة. وطبعا حضرتك أنا دايما يعني هو القلق بيبقى القلق الطبيعي اللي هو ما يتحولش إلى قلق يعني مزعج أو قلق يأثر على القرارات. القلق الطبيعي اللي هو بيدفعنا دايما إن احنا نفكر احنا فين وقدامنا إيه وهنقدر نعمل ايه علشان ان احنا نحقق الهدف بتاعنا.
وزي ما قلت لحضرتك قبل كده احنا ما كانش الهدف بتاعنا خالص ان احنا يبقى الهدف الفريق البقاء في الممتاز يعني. ايوه كنا متطلعين الى مركز مناسب لينا في الجدول، ولكن يعني تعرضنا في البدايه لسوء نتائج وسوء توفيق، بالاضافه لبعض المباريات اللي احنا يعني علينا فيها من ظلم وخسرناها يعني، رغم ان هي كنا احنا الاحسن فيها والاكثر قربا للفوز، ولكن هي دي كرة القدم، وتعاملنا مع الواقع وقدرنا ان احنا الحمد لله ننهي الموسم واحنا موجودين وسط الكبار يعني. حضرتك كنت متوقع ان الموسم هيبقى صعب بالنسبه للبنك الاهلي؟ هيك طبعا في وسط يعني الكوكبه دي من الانديه طبعا. لا قصدي بالصعوبه بالمشوار اللي عدى بيه نادي البنك الاهلي في الموسم الحالي. لا حقيقة الصراع من يعني اجل البقاء، ولا كنت لا فاكر ان الدنيا كانت تبقى اسهل من كده شويه؟ هو حضرتك طبعا يعني الفتره اللي احنا في الدور الاول بالتحديد ايوه ما قدرناش ان احنا نجمع عدد من النقط كويس يقدر ان هو يبقى سند لينا في الدور الثاني. يعني احنا مخلصين الدور الاول ب 14 نقطه يعني 14 نقطه من 17 مباراه، ب 51 نقطه منهم 14 مع الفريق بتاعنا والفريق اللي موجود والاداء ما كانش عدد ضئيل جدا. عدد ضئيل جدا جدا، وده اللي صعب المهمه في الدور الثاني، وخلانا ان احنا يعني يبقى يتسرب الينا القلق ونبدا ان احنا يعني نضاعف الجهد أيوه. ونضاعف الاداء والمتابعه بحيث ان احنا نقدر ان احنا نتجاوز المرحله دي والحمد لله قدرنا ان احنا يعني بالذات كمان يعني بعد اربع خمس ماتشات من الدور الثاني قدرنا ان احنا الحمد لله نحقق نتائج جيده ويبدا نجمع نقط قدرت ان هي تساعدنا ان احنا الحمد لله نفضل في الممتاز يعني. يعني وانا عارف طريقه تفكير حضرتك في الطريقه المنظمه واتخاذ الوقت الكافي في اتخاذ القرار، لما حضرتك بتقعد دلوقتي بتشوف مشوار البنك الاهلي في الموسم الحالي والنقطه او المرحله اللي حضرتك بتقول عليها ان هي مرحله تسببت في الوضع الحرج اللي مر بيه البنك الاهلي، حضرتك بتشوف ايه ابرز السلبيات في الموسم ده، او ايه المرحله او ايه السبب اللي ادى الى ان البنك الاهلي يعاني في اخر الدوري ويصارع من اجل البقاء؟ هو زي ما قلت لحضرتك هو يعني عدم تجميع نقاط كافيه في الدور الاول، وده احنا شفناه يمكن مع فرق قدرت ان هي تجمع نقاط كويسه في الدور الاول نفعتها في الدور الثاني. ايوه ولو كان الوضع بالنسبه لها في الدور الاول زي الدور الثاني ما كانش النتيجه هتبقى زي ما هي موجوده. الفتره اللي كانت متاحه لينا في الاعداد وتكوين فريق قبل بدايه الموسم اللي احنا فيه دوت كانت قليله جدا واحنا يعني كان علينا ان احنا نجيب جهاز فني نكون فريق نعمل فتره اعداد كل الامور دي كانت فتره زمنيه تقريبا تلت المفروض، يعني لو كان المفروض بيتعمل في شهرين كان احنا قدامنا 20 يوم بالكثير ان احنا نعمل فيه كل الاجراءات دي. طب بمناسبه تكوين الفريق، لان دي جزئيه عملت لغط كبير جدا اشرف فيه، ان الناس كده كلمت انه تكوين الفريق كان فيه بعض يعني المشاكل في الاختيارات، كان في بعض اللاعبين اللي اصحاب او كتير من اللاعبين اللي متوسط اعمارهم كبير، نظره حضرتك للقصه دي؟ حضرتك احنا يعني لما جينا نشكل الفريق وبدانا باختيار الجهاز الفني احنا سيبنا صلاحيه اختيار الفريق للجهاز الفني. ايوه انا طالما انا يعني اديت المسؤوليه لجهاز فني وقلنا ان هو اقدر ان هو هيجيب الفريق، وكان وجهه نظره ان احنا يعني في بدايه مرحله جديده بالنسبه لفريق الاول لكره القدم بالنادي، ولابد ان احنا يبقى عندنا خبرات ومع ممزوجه ببعض الشباب، ولكن هو كان شايف ان هو عنصر الخبره يعني مطلوب في المرحله دي شويه يمكن يعني وجهه نظر مظبوطه، ولكن في التطبيق كنا محتاجين وقت اطول عشان الفريق يحصل منه تجانس بينهم وبين بعض، وخاصه ان هم لعيبه كبار ولعيبه جايين من انديه الدوري الممتاز ومتعودين على يمكن سيستم معين او طريقه لعب معينه، فعشان حضرتك تعمل التغيير دوت ويبداوا يحصل هارموني ما بينهم كنا محتاجين وقت اطول شويه، ده اللي ما ساعدناش قوي ان احنا نجمع نقط في الدور الاول. كابتن محمد يوسف شخصيه في منتهى الاحترام، يعني مدير فني قدير، وارد وطبيعي ان يبقى في مرحله غير موفقه لاي مدير فني. بالظبط. هل حضرتك بتشوف انه قرار تغيير الجهاز الفني كان ممكن يبقى بدري عن كده شويه، كان يفرق مع البنك الاهلي؟ حضرتك احنا يعني زي ما قلت لحضرتك هو يعني القرار عشان يبقى ناجح يبقى القرار السليم في التوقيت السليم. ايوه انا حضرتك من بدايه الدوري لغايه ما حصل التغيير كنا بنلعب كل 3 ايام
او كل اربع ايام. فما كانش في وقت. ما كانش في وقت ومش من مناسب ان انا اجي يبقى عندي ماتش بعد يومين او ثلاث ايام وانا النتائج مش يعني مش راضي عنها واجي كمان اغير الجهاز في وقت زي دوت. انا انتهزت اول فرصه توقف نسبيا طويله وقدرنا ان احنا يعني ناخد القرار دوت بعد التشاور مع مجلس اداره النادي ومع لجنه الكوره. واحده من الكليشيهات اللي بتتقال من ساعه لما البنك الاهلي طلع الدوري الممتاز، الناس دي يا جماعه بتصرف فلوس كتير قوي ومعاهم ميزانيه مفتوحه لكره القدم، وفبالتالي الناس لما بتسمع الكلام ده بتقول طب يا جماعه طب الميزانيه دي كلها والفلوس دي كلها طب ازاي النتائج تبقى كده؟ فهل حضرتك شايف ان النتائج متساويه او مرضيه مقارنه بالفلوس اللي اتدفعت في الفرقه؟ طبعا هو حضرتك المقوله دي اللي حضرتك بتقول عليها وده يعني بينطبق عليه المثل اللي هو الصيت ولا الغنى. يعني احنا كون اسم النادي واسم الفريق مقترن باسم المصرف العريق والبنك الاهلي فطبعا الناس بتتخيل ان ميزانيه مفتوحه وان احنا في باب ما بين النادي وما بين البنك. لكن الكلام ده مش مظبوط خالص. احنا كان لنا ميزانيه محدوده وتصرفنا في حدود الميزانيه اللي كانت موجوده. اللي هي في حدود قد ايه تقريبا اشرف بيه؟ انا مش متذكر طبعا لان هو طبعا الموضوع ده كله كان مع يعني امين الصندوق بتاع النادي واللي هو المشرف على الكوره استاذ محمد عبد المنعم، وانا برضو بنتهز الفرصه بوجه له الشكر يعني لان هو بذل جهد كبير جدا سواء في المجال اللي هو بتاع امين الصندوق وعمليه تدبير الدنيا واشرافه على فريق الكوره. لكن احنا اتصرفنا في الحدود اللي هي متاحه بالنسبه لنا، وطبعا هي بس عشان اسم البنك الاهلي الكبير قوي فطبعا ده اقترن باسم الفريق. لو جينا بقى رحنا بقى في حته النتائج، النتائج بالنسبه لحضرتك بعد نهايه الموسم هل هي نتائج مرضيه؟ لا طبعا انا كان المفروض ان انا احقق نتائج احسن من كده والمفروض ان انا كنت موجود في منطقه في الجدول احسن من كده. ايوه وما كنتش استنى اخر مباراه او المباراه اللي قبل الاخيره على اساس ان انا اضمن البقاء يعني. انا كنت بتعامل ان انا موجود في منطقه كويسه السنه دي. ايوه ان شاء الله السنه الجايه يبقى في منطقه احسن. بمناسبه المباريات، هل في مباراه معينه حضرتك حسيت من خلالها ان الماتش ده هيقعدنا في الدوري المصري؟ هيقعدنا قصدي يعني في بطوله الدوري السنه اللي جايه؟ حضرتك انا الحمد لله لما ربنا كرمنا وفزنا في ماتش طليع الجيش. ايوه. وفزنا في ماتش المصري واعقابها تعادلين مع الاهلي ومع بيراميدز. حسيت ان شاء الله الفريق اللي بيأدي المباريات ديت وان المنحنى بتاعه في الصاعد حسيت ان احنا ان شاء الله في طريقنا ان احنا يعني نقعد مرتاحين. مش هيبقى في مشكله. دول المباريات او دي المباريات اللي انت حاكم طباع ان الدنيا بدايه ماتش طليع الجيش وبعديه المصري وبعديه الاهلي وبعديه بيراميدز. كابتن خالد جلال، الناس عايز تعرف هل كابتن خالد جلال مكمل هو وجهازه ولا في تغييرات ولا في اي شكل من اشكال التعديل على الجهاز الفني؟ لا طبعا هو المدير الفني الكابتن خالد جلال مستمر. لسه بقى يعني احنا بس مستنيين ان شاء الله بكره الماتش بتاع الزمالك نخلص اخر ماتش في الدوري ويبقى يعني نسيب ذكرى كويسه في اخر ماتش مع بطل الدوري وبعد كده ان شاء الله هنقعد معاه على طول عشان نشوف هو وجهه نظره ايه بالنسبه لتشكيل الجهاز. أيوه. وبالنسبه ليه لو هو محتاج تدعيمات في الفريق في مراكز معينه يعني. يعني تم التجديد لكابتن خالد جلال. كابتن خالد مستمر معانا ان شاء الله. مستمر ان شاء الله. لان كان في كلام طلع اشرف فيه انه في مفاوضات مع كابتن طلعت يوسف. الكابتن طلعت يوسف يعني مدرب كبير جدا وكفء بس انا اللي عارفه يعني ان هو يعني مستمتع بالتجربه بتاعته في ليبيا ومحقق نتائج كويسه قوي وان هو عنده الرغبه ان هو يستمر يعني. هل ضمان البنك الاهلي ان هو خلاص موجود في الدوري قلل من حده ومن الضغط النفسي البريشر اللي على اللعيبه في لقاء الزمالك القادم اللي هو بكره بمشيئه الله؟ طبعا بالتاكيد. يعني احنا لو كنا دخلنا الماتش مع الزمالك مع بطل الدوري واحنا لسه ما حسمناش معركه البقاء كان هيبقى ضغط عصبي على مجلس اداره النادي وعلى اللعيبه وعلى الجهاز الفني. فالحمد لله بنحمد ربنا ان احنا قدرنا ان احنا يعني الامور تتحسم في الماتش اللي فات ويبقى الماتش ده يعني ان شاء الله كرنفال كده حلو يليق ببطل الدوري ويليق يعني بينا باذن الله. مين بقى صاحب فكره الممر الشرفي؟ يعني احنا كنت انا عملناها في مع النادي الاهلي. الاهلي لما كان راجع من بطوله افريقيا وكان برضه حظنا ان احنا اول مباراه بعد عودته بالكاس. والناس قالت ان دي التميمه عشان بتعمل ممر بتتعادلوا او بتحققوا نتيجه ايجابيه يعني. فطبعا كان اقل حاجه نعملها لبطل افريقيا من مصر وكان حظنا كويس ان اول ماتش بعد العوده بالكاس معانا فعملناها
وبرضه فكرنا ان الماتش بتاع بكره ان شاء الله يعني خلاص الامور حسمت بالنسبه لبطوله الدوري وبالنسبه للانديه اللي هابطه، فقلنا برضه يعني نحتفل ببطل الدوري وبرضه نعمل ممر شرف فريق الزمالك واي فريق، يعني اي فريق بعد كده يعني هيبقى في انجاز بيتعمل ويبقى ليه يعني ان شاء الله. ده تقليد جميل وحاجه محترمه بصراحه. مباراه معانا ان شاء الله هيبقى نفس النظام يعني. احنا معانا على الهاتف واحد من اصحاب النجاح في بقاء النادي الاهلي، نادي بنك الاهلي في الدوري الممتاز، كابتن كريم حسن شحاته. كابتن كريم مساء الفل عليك. ازيك يا كابتن ابراهيم، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الف مبروك على البقاء. اشرف نصار طبعا. بيمثل حاجة يا اشرف. مساء الخير يا كابتن كريم. مساء الكلمة، ازي حضرتك؟ انت ايه اللي مسهرك كده وعندك ماتش بكره؟ انا مش هلعب يا ست الكلمة. اللعيبه نايمه وكله تمام. يا كابتن كريم، عايزين نعرف ايه الصعوبات اللي كانت موجوده السنه دي؟ يعني الحمد لله نادي البنك الاهلي خلاص بقى في الدوري الممتاز، بس كانت فتره عصيبه الفتره الاخيره. الحمد لله. لا يا ابراهيم الحمد لله طبعا، يعني كانت فتره صعبه بصراحه مش هضحك عليك. طبعا انا انضميت لنادي البنك الاهلي طبعا من خلال اللي هو اشرف نصار والكابتن خالد جلال، بشكرهم على الثقة الكبيرة. طبعا بشكر سيادة الله على الثقة الكبيرة اللي هو حطها فيا الحمد لله يعني. وانا انضميت بالظبط كان ناقص 11 ماتش على نهاية الدوري. ايوه. وكانت الامور صعبة بس يعني الحمد لله لما دخلت النادي لقيت منظومة محترمة جدا يا ابراهيم وحياة ربنا يعني. ادارة النادي سيادة الله اشرف نصار والاستاذ محمد عبد المنعم المشرف على الفريق والاستاذ عمرو مدحت وكل طاقم العمل بصراحه يعني مفيش حاجه بنتكلم فيها واحنا محتاجينها وهما بيأخروا علينا. كل حاجه مجابه صراحه، فالواحد كان محرج عايز يعني ينجح او يعمل حاجه عشان سيادة اللواء والناس اللي المحترمه دي. صحيح. طبعا كابتن خالد والجهاز الفني كله، فكان موقف الفريق كان صعب شويه. كنا في المركز قبل الاخير ب 17 نقطه وقعدنا مع بعض كده ودخلنا واتصاحبت على اللعيبه واتكلمنا وقربنا، لو كان في شويه حاجات صغيره مثلا في جوه الفرقه الحمد لله حاولنا نعالجها. وبعدين خدنا عهد بقى احنا اللعيبه والجهاز مع بعض ان احنا ما فيش مباراه يعني نفوتها. كان ناقص 11 ماتش بالظبط، قلنا كل مباراه عايزين نكسبها بنلعب على المكسب. وربنا كرمنا وعملنا ماتشات كويسه جدا، كسبنا ماتشات صعبه جدا زي طلائع الجيش في ملعب طلائع الجيش والمصري في استاد اسكندريه، وكسبنا المقصه وعملنا ماتش كويس جدا على سموحه وكنا كاسبين لغايه اخر يعني دقيقه 95، اسوان، الجونه، المحله، في ماتشات احنا كمان ضيعناها او كان في سوء توفيق بيخش فينا هدف في الفترات يعني في اخر ثانيه في الماتش. فاجتهدنا وعملنا معسكرات، طلبت معسكر من الاستاذ اللي هو اشرف نصار في الاسماعيليه والراجل عمليه معسكر في 6 اكتوبر، وكان يعني كل ماتش كنا بنخش بصراحه بنحارب. ايوه. وده اعتقد كان بيبقى باين ان كان بيبقى فيه ممكن نقول شد عصبيه من الجهاز الفني، كان الضغط كبير عليكم. طبعا احنا بص انا عشت 3 شهور ونص يعني مش عايز اقول لك في رعب، الحمد لله كان عندي ثقه في الاداره وفي اللعيبه وفي الجهاز الفني. بس مضغوطين، بتخش قبل كل مباراه عايز تعمل نتيجه ايجابيه، مش مهم انت بتلاعب، مع احترام لكل المنافسين مش مهم انت بتلاعب مين، بس عايز تعمل يعني صحيح. نتيجه في المباراه. صحيح. وبنلعب في الاول على المكسب، ولو ما جاش المكسب يعني الحمد لله الحمد لله يا ابراهيم معظم الماتشات احنا دايما الليدنج، احنا المتقدمين. ايوه. ما عدا ماتش الاهلي وبيراميدز احنا كنا خسرانين 1-0 وتعادلنا في الاخر، لكن كل الماتشات الثانيه احنا ليدنج. ما قلقتش في ماتش اسوان؟ انا يعني جالي اكتئاب بعد ماتش اسوان وماتش المحله، انا عشت ايام صعبه جدا بعد الماتشين دول بالذات. والله يا ابراهيم يعني مش عايز اقول لك، عارف لما تكون انت خلاص انت الافضل في المباراه وانت اللي كسبان وبتجي لك فرص كمان احنا بنضيعها وانفرادات تخلي النتيجه تبقى اكبر من 1-0، بعدين يخش فيك هدف في اخر ثانيه، دي تبقى مؤلمه جدا مع الضغط العصبي مع موقفنا اللي احنا عايزين نامن نفسنا من بدري. فكانت فتره صعبه بس الحمد لله عارف بعد ما بتخلص الفتره الصعبه دي وبتحس بالنجاح صحيح بتبقى في قمه سعادتك. وبعدين انا عايز اشكر اللعيبه الرجاله يعني انا اتكلمت على الاداره والجهاز الفني، لا انا معايا لعيبه كبار جدا يا ابراهيم، لعيبه فعلا رجاله واسماء كبيره جدا واسماء مقاتله، ويعني عايز اشكرهم واحد واحد من اول حراسة المرمى لغاية المهاجمين، مش عايز أقول أسماء لك عشان ما انساش حد، إحنا 34 لعيب رجالة 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 مقاتلة. وخلي بالك الماتشات كمان كان كل 3 أيام الفترة الأخيرة مباراة، لعبنا حوالي 5-6 ماتشات في 17 18 يوم، دي كانت فترة صعبة جدا. صحيح. وبنعمل ريكفري واستشفاء عشان نلحق الماتش اللي بعده غير الضغط العصبي. فأنا بشكرهم بصراحة، اللعيبة رجالة واللعيبة كلهم أسماء كبيرة
وان شاء الله ان شاء الله. انا كنت سامع حديثك مع اللواء اشرف من شويه، هتشوف البنك الاهلي، نادي البنك الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه من الكبار إن شاء الله في الدوري او من المراكز المتقدمه ان شاء الله. كابتن كريم كل الشكر ليك والف مبروك على البقاء وكل التوفيق ان شاء الله في الموسم اللي جاي. الحمد لله ابراهيم، بشكرك وبشكر اللواء اشرف. شكرا كابتن كريم. شكرا جدا، انت طيب وبخير. كريم بامبو واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في صفوف النادي البنك الاهلي، وهداف الفرقه 11 هدف ما شاء الله، يعني ماشي بشكل جيد جدا. وعرفنا كان كابتن حسين لبيب ضيفي امبارح وقال ان كل المعارين راجعين نادي الزمالك، طبعا من المعارين كريم بامبو. كريم بامبو هيتصرف ازاي بقى ست اللي هو اشرف نصار مع القصه دي؟ هو حضرتك كل المعارين بتوع نادي الزمالك يعني عملوا استدعاء عليهم ان هم يضموا على، لكن مش معنى كده ان هم كل اللي راجعين مستمرين مع نادي الزمالك. تمام. ويعني ان شاء الله باذن الله في يعني كريم بامبو لاعب موهوب ولاعب مهم جدا، ولما خد الفرصه يعني بانت القدرات والمواهب بتاعته. صحيح. طبعا لو المدير الفني مستر كارتيرون بتاع الزمالك او اداره الزمالك في حاجه ليه طبعا هيبقى ليها الاولويه. لو هم شايفين ان هم يعني مالوش فرصه حاليا في الزمالك ان شاء الله يعني في حوار بيننا وبين اداره الزمالك. حضرتك تواصلت مع اداره الزمالك في بخصوص كريم بامبو؟ تواصلت معاهم بصفه عامه. بصفه عامه. لا احنا بنتكلم بصفه خاصه على كريم بامبو. على كريم. وكان ايه الرد اللي اتقال لحضرتك؟ الرد اللي اتقال لي زي ما قلت لحضرتك كده، لو مش المدير الفني في حاجه ليه فطبعا هيبقى الاولويه للبنك الاهلي، لان هو اللاعب عايز البنك الاهلي. طب احنا معانا اللاعب، احنا معانا كريم بامبو. كريم مساء الفل عليك. مساء الخير يا كابتن. اخبارك ايه؟ ابراهيم وسلام لكابتن سياده اللواء. مساء الخير، ازيك يا كابتن كريم؟ سياده اللواء كريم بيقول ان كريم بامبو عايز يبقى في نادي البنك الاهلي. الا اذا. الا اذا. لا لا ده شرف. ده شرف ليا سياده اللواء ان انا كنت موجود. ربنا يخليك يا كابتن كريم. وبشكرك على المساهمه للفرقه ووقفتك جنبنا. طول ما كنا خسرانين بنخسر، كنا في مركز وحش كنت بتيجي تحفزنا. انا قلت الكلام ده قبل كده، وبشكرك جدا يعني وقفتك معانا انت وسيد محمد عبد المنعم استاذ عمرو وعميد حاتم، فبصراحه كنتوا واقفين معانا وقفه مش طبيعيه يعني. انت الاساس يا كريم. لا لا بجد والله يعني كنا بناخد الكوره بتاعتنا من حضراتكم والله، انت وكابتن كريم وكابتن خالد، وبشكر اللعيبه كلها ما شاء الله منظومه محترمه جدا. وبصراحه الحمد لله ان احنا نستاهل، يعني ما كناش نستاهل ان احنا نعمل كده، ما كانش مركزي، بس الحمد لله السنه الجايه تبقى سنه خير ان شاء الله. بامبو الافضل بالنسبه لك وانت بتفكر كده بعد نهايه الموسم، شايف انه الافضل ان انت ترجع نادي الزمالك ولا تبقى في نادي البنك الاهلي؟ وهل تواصل معاك حد من الجهاز الفني في نادي الزمالك؟ بص هو دلوقتي انا اخر ماتش بكره ان شاء الله. ان شاء الله. وهرجع النادي واشوف الدنيا فيها ايه. لو النادي الزمالك مش محتاجني فانا هكون الاولويه لنادي البنك. ان شاء الله. هقعد مع النادي الاول اشوف الدنيا فيها ايه. انا دلوقتي هرجع للنادي، فانا دلوقتي مش بتحكم في مصيري، الزمالك بيتحكم فيا. أيوة. لو طلب ان انا اكون موجود في الزمالك مستر كارتيرون والنادي فده شرف ليا. لا مش محتاجيني او عايزين اعاره تاني او عايزين يبيعوني، هتبقى الاولويه لنادي البنك يعني. ايه السبب يعني اللي حصل السنه دي، او ايه التغيير اللي حصل السنه دي في التالق الكبير لكريم بامبو؟ بص انا اول ما جيت ما كنتش موفق، جات لي اصابه. اول ما جيت اول ماتش جبت جون، بعد كده جات لي اصابه، وبعد كده ما كنتش موفق مع الكابتن محمد يوسف، وبشكره فعلا. انا نسيت اشكره جدا، هو عمل اللي عليه وما كانش فيه نصيب يعني، فبشكره. بشكر الكابتن عادل مصطفى، بشكر الجهاز القديم كله. فلما بعد كده لما جيت بقيت العب ما كنتش موفق، فلغايه ما جه كابتن كريم وهو كابتن خالد قعدوا معايا. كابتن كريم بصراحه وقف معايا وقفه جامده جدا، كنا في ساعتها عندنا 18 او 17 جون. قام جه قال لي كلمتين، قال لي انت هتكون قال لي انت اللي هتقعدنا في الدوري، هتكون مساهم في ان انت نقعدنا في الدوري، هترجع مستواك، الكلام ده كله. ففعلا من اول ما جه كان بيديني حافز جامد جدا، كان واقف معايا وقفه جامده جدا هو كابتن خالد. فكابتن كريم اول ما جه بقينا بقى كل ماتش نتكلم مع بعض مش عارف، لغايه الحمد لله حصل توفيق من عند ربنا، والحمد لله ربنا وفقني. ما كنتش بتزعل في بعض الاوقات ان كابتن خالد جلال كان بيعتمد عليك كبديل ما بتنزلش اساسي؟ لا 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 بالعكس، كابتن خالد كان بيكلمني اساسا قبل الماتش، هتفضل كبديل وهتنزل تغير الماتش، هتنزل مثلا الشوط الثاني في الدقيقه كذا هتقلب لي الماتش الكلام ده. بس فده وارد طبيعي، بتضايق ساعات بس ما ببينش ان انا متضايق. أيوه. بالعكس الدقيقه بطلعها في الملعب، بس هي المشكله ان الضغط يبقى عليك
انت وبديل اصعب من انت بادئ الماتش. لو انت بديل تنزل 20 دقيقه 30 دقيقه كانت غصب عنك بيبقى عليك ضغط جامد جدا ان انت لازم كل كره تعملها صح. ده ضغط. لكن 90 دقيقه انت متاح ليك 90 دقيقه كامله. بس هي دي النقطه. يعني انا بتعب لما بنزل تغيير بتعب اكتر ما بكون بادئ. هي دي بس المشكله. بس كريم ان شاء الله تفضل موفق الموسم اللي جاي سواء بقى في نادي الزمالك في نادي البنك الاهلي. انت لعيب واعد عندك امكانيات كبيره. الفتره اللي فاتت ممكن تكون انت قصرت في حق نفسك شويه الظروف ما ساعدتكش, بس انت عندك امكانيات كبيره تكون موجود في مكانه مميزه زي ما انت عملت السنه دي. حبيبي كابتن, كل الشكر لحضرتك وسلام للكابتن اللواء. شكرا كل الشكر لكريم. توفيق ان شاء الله. الحقيقه ست اللواء يعني في القائمه حضرتك من حوالي شهرين ثلاثه كده, وكان ساعتها نادي البنك الاهلي في وضع مش مستقر, والكلام اللي الواحد بيسمعه دلوقتي من اللعيبه من الجهاز الفني يفرق قوي ويبين لنا قيمه الاداره. ولما الاداره بتكون مستقره وقريبه من الفرقه ومدياهم الثقه مدياهم الدعم ده طبيعي بينعكس على ايجابيا على الفريق. على الفريق وعلى النتائج. الطريقه دي في الاداره والطريقه دي في التعامل مع الجهاز الفني. تخيل نروح بقى السنه الجايه نادي البنك الاهلي الصفقات اللي هيعملها الهدف اللي هيبقى حاطه قدامه ايه؟ حقيقه يعني الهدف طبعا ان احنا نكون موجودين في موقع كويس جدا يتناسب مع امكانيات نادي البنك الاهلي ومع اللعيبه الخبرات اللي عندنا. بالنسبه للصفقات يعني انا ما قدرتش اتكلم في اي حاجه عشان ما يحصلش تشتيت لذهن اللعيبه ولا الجهاز الفني. انا ماجل القصه دي لغايه بعد نهايه اخر مباراه اللي هي بكره ان شاء الله. ان شاء الله هنبدا من يوم السبت باذن الله على طول نقعد مع الكابتن خالد جلال ونشوف هو ايه اللي في باله بالنسبه للصفقات كمراكز وكأسماء. وبعد كده على طول نبدأ نشتغل لأن برضو الوقت المتاح مش كتير ضيق جدا. يعني برضو حضرتك يعني الكلام مثلا ممكن الدوري يبدأ في آخر 9 صحيح يعني أقل من شهر بالظبط. فالدنيا المواسم متلاحمة جدا. متلاحمة جدا. وبعدين القيد عند حضرتك هيفتح 30 لغاية يوم 9/9 بالظبط. فبرضو الدنيا الوقت ما فيش رفاهية الوقت. مين هيبقى صاحب القرار في اتخاذ أو في إبرام الصفقات الجديدة؟ هو حضرتك في قرار فني وفي قرار بتاع لجنه الكره ومجلس الاداره. ايوه. هو بيعرض علينا من وجهه النظر الفنيه كمراكز وكاسماء واحنا بنشوف الكلام دوت نترجمه الى حوار مع المرشحين ونشوف الاطار اللي احنا ممكن نتحرك فيه. هل الكلام دوت ماشي مع الاستراتيجيه بتاعتنا والخطه اللي احنا عاملينها؟ وبنتكلم معاه برضه بحيث في النهايه نتفق على الاسماء والمراكز والايه اللي احنا هنقدر ننفذه ان شاء الله. موضوع الملعب ده يعني اخذ جدل كبير جدا واراء واختلافات كتيره جدا للموسم الحالي, وبعض الناس شافت ان ده كان واحد من اهم اسباب النتائج السلبيه اللي كان فيها البنك الاهلي السنه دي في الموسم الحالي في بدايته. يعني الملعب بقى السنه الجايه هيبقى ملعب ايه؟ حقيقة هو يعني ان شاء الله في الغالب احنا هنستمر على بتروسبور. ان شاء الله ده اللي النادي هيبقى مستقر عليه وده اللي كابتن خالد جلال بيفضله. البعض بيشوف ان زياده عدد انديه الشركات في الدوري ممكن يكون بيؤثر شويه على التنافسيه على الانديه الشعبيه. راي حضرتك ايه في القصه دي؟ حقيقة هي التصنيف ده يعني انا بصراحه ما بيعجبنيش. يعني ايه انديه شركات وانديه شركات؟ ما هو يعني دي منظومه كره قدم. ايوه. واداء وصناعه وفرق ولعيبه يعني التصنيف ده تصنيف انا يعني شايف ان هو يعني لان في انديه شركات ومتعثره وفي انديه مش شركات ومش كويس قوي ملهاش علاقه يعني بالغطاء المالي خالص. او بالقوه الماديه خالص. ما في عندنا نماذج. صحيح صحيح عندنا نماذج يعني في عندنا نماذج في حالات صرف وما فيش نتيجه توازي وفي عندنا العكس. أيوة. فملهاش ما فيش الربط ده. انا يعني شايف ان هو ملوش موقع من الاعراب. يعني في اللقاء السابق مع حضرتك حضرتك كنت شايف ان تجربه الفار ايجابيه. مع نهايه الموسم حضرتك شايف ما زلت عند رايك ان تجربه الفار حتى الان مع نهايه الموسم هي تجربه ايجابيه؟ حضرتك هي اي تجربه في الدنيا ليها ايجابيات وليها سلبيات. ايوه. المفروض ان احنا بعد الموسم نبدا نراجع نفسنا نشوف ايه الايجابيات اللي موجوده نعظمها وايه السلبيات اللي موجوده نعالجها. لكن طبعا يعني لكن هي وجودها في المجمل ايجابي طبعا. طبعا انت حضرتك يعني القرار بيتاخد في جزء من الثانيه. صحيح. لما بيجي في عندي في فرصه ثانيه ان يتراجع بالتاكيد ايجابي. صحيح. بس المهم ان هو يتراجع ويتراجع صح. مش زي ما حصل فينا ان انت يبقى في موقع في لعبه ولعبه مؤثره في النتيجه
زي ماتشات كتيره حصلت معانا والجهاز الفني واللاعبين يطالبوا الحكم ان هو يبص على الفار والحكم يرفض ان هو يبص. طب انت يعني حقق لي نوع من العداله النفسيه يعني خد القرار اللي حضرتك شايفه طبقا اللي انت شفته على الملعب واللي انت شفته في الفار لكن حسسني برضو ان انت يعني الفار ده ليه لازمه. طب انت النهارده الفار ده ايه لازمته طالما اللعبه موقع جدل وموقع خلاف ولعبه مؤثره في نتيجه مباراه مع فرق بتحتاج لنقطه وبتبذل جهد وبتصرف واعداء وكل المراحل اللي بتتعمل. طب انت يعني الفار موجود ليه؟ لما انا النهارده في ماتش من الماتشات يعني ضربه جزاء في الدقيقه 85 واطالب او الجهاز الفني واللعيبه يطالبوا ان هي تبص عليها في الفار ما يبصش والادهى من كده ان هي الكره تتصد ويجي يؤمر باعادتها وبرده يطالب ان هو يبص على الفار في الاعاده برده ما يبصش على الفار. طب الفار موجود ليه؟ هي النقطه ليها علاقه مش بطلب اللعيبه والجهاز الفني، هي ليها علاقه بحكم الفيديو اللي موجود في لا انا قصدي عايز اوصل لحضرتك فاهم قصدي انا واصلني ان هي موقع خلاف وجهه نظر حضرتك يعني بس في الاخر اللي بيقول للحكم هو الحكم الفار هو لكن في الاحتساب وفي الاعاده لكن مش طلب الاجهزه الفنيه واللاعبين لان برضه لا انا قصدي ان هي عشان اكون امين مع حضرتك لا انا قصدي ان حضرتك عندنا بنشوف ضغط على اي كوره تلاقي اللعيبه وتلاقي الجهاز الفني لا انا قصدي ان هي لعبه موقع جدل فاهم قصدي حضرتك او لعبه موقع خلاف وفي مرحلتين للعبه مرحله الاحتساب ومرحله الاعاده صحيح لا في دي تم ولا في دي تم لكن هي دي كره القدم صحيح احنا عمرنا ما اتكلمنا على اي حاجه لو حضرتك تراجع كل الشريط لا طبعا انا عارف بتاع مسابقات الدوري بنعتبر ان ده جزء من كره القدم صحيح لكن يعني نظرا للجهد اللي بيبذل والاحساس ان انت عايز تطلع بافضل نتيجه لفريقك بيبقى هو ده الهدف يعني وبرده احنا لسه في ماتش الاتحاد من 3 4 ايام اتلغى لنا جون بس الحمد لله الفرقه قعدت في الاخر الحمد لله ده الهدف الاهم بالنسبه لحضرتك طبعا ما هو يعني كان ممكن تقعد بعدد نقاط اكبر صحيح. صحيح لكن زي ما بقول لحضرتك هي دي كره القدم احنا لو حضرتك رجعت الموسم كله ما اتكلمناش ولا قلنا اي حاجه وبنبدا بنطوي صفحه المباراه اللي خلصت بنبدا نستعد على طول للي بعديها واللعيبه والجهاز الفني والاداره والكلام ده كله عارفه ان هي يعني هي دي منظومة كرة القدم وعناصر كرة القدم وبنكمل. أخيرا أشرف بيه السنة اللي جاية هيبقى فيه تغيير دراماتيكي في شكل فريق البنك الأهلي ولا هيبقى التغييرات في أضيق الحدود؟ أنا بتكلم على بالنسبة للصفقات وبالنسبة للاعبين. لا خلاص طبعا. إحنا محافظين على القوام الرئيسي للفريق. وهيبقى التدعيمات في عدد محدود جدا بالنسبة للأماكن اللي هيحتاجها المدير الفني. لأن خلاص إحنا عندنا قوام رئيسي عملناه السنة اللي فاتت. هنبني عليه إن شاء الله. ونحاول ان احنا ندعمه بالحاجات اللي هيقول عليها الكابتن خالد جلال. اشرف بيه حضرتك شرفتنا ونورتنا وبنسعد دايما بتشريف حضرتك لينا. ربنا يخلي حضرتك وبنتهز الفرصه دي برضو بحب ان انا يعني اشكر مجلس اداره البنك الاهلي الاستاذ هشام عكاشه رئيس مجلس اداره البنك والاستاذ يحيى ابو الفتوح على المسانده طول الموسم والمتابعه مع الفريق وده اللي يعني الحمد لله برضو اللي قدرنا ان احنا نوصل في النهايه ان اسم نادي البنك الاهلي يبقى مستمر في الممتاز. شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا جدا يا كابتن ابراهيم. نجوم مصر كابتن اسماعيل يوسف والكابتن وليد صلاح الدين بعد الفاصل خليكم معنا. بنجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه وبنرحب بنجوم مصر نجم مصر ونجم نادي الزمالك تيجانا مصر كابتن اسماعيل يوسف. يا كابتن اسماعيل منور الدنيا. الله يخليك اهلا بك يا ايمن. اخبارك ايه؟ منور كله تمام. وليد منور حبيبي. نجم مصر ونجم النادي الاهلي امير الموهوبين كابتن وليد صلاح الدين. كابتن وليد حبيبي يا ايمن منور الدنيا كلها. ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. والف مليون مبروك للكابتن اسماعيل يوسف ونادي الزمالك على الدوري. الله يبارك فيك. روح الجميله المحترمه طبعا ونجوم مصر المحترمين والروح الرياضيه اللي موجوده ما بين الاهلاويه والزمالكاويه ونجوم الاهلي ونجوم الزمالك على مدار التاريخ. الحمد لله دي حاجه متاصله في التاريخ. يعني كلاسيكو الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي حاجه كده زي الاهرامات زي ابو الهول زي ام كلثوم حاجه زي النيل حاجه كده من تاريخ مصر. صحيح. فيا رب ما حدش يحاول يلغيها. اهلي وزمالك او زمالك واهلي هتفضل ان شاء الله على مدار التاريخ كلاسيكو العرب كلاسيكو افريقيا اقوى مباراه بين اكبر فرقتين في افريقيا اللي يكسب نقول له مبروك اللي يخسر نقول له هارد لك هتلف وتدور. صحيح. وفرقتين كبار الشعب المصري
مع الأندية التانية اللي ليها كل الاحترام لكن الأهلي والزمالك يعني قطبي الكرة المصرية. فأتمنى برضو رسالة من عندك على كل الولاد الصغيرين والشباب الصغيرين يعرفوا قيمة ان انت يبقى عندك فريقين بحجم الأهلي والزمالك. صحيح. منافسة شريفة، كرة حلوة، في الآخر هو كيان منتخب مصر. صحيح. منتخب مصر لما بنروح المشهد الشهير اللي لو انت جبته، الولد الشاب اللي بيبكي ودموعه نازلة علشان احنا تعادلنا في مباراة هتوصلنا كاس العالم، ولا ولادي ولا ولادك ولا ولاد الكابتن اسماعيل شافوها. صحيح. انا ولادي قلت لهم يا ولادي انتوا بتحبوا مصر بيعيطوا عمالين يعيطوا. فمشهد اتمنى ان محدش يدخل. صحيح. لان محدش عرف يفرقنا مسلمين ومسيحيين، مش عارف حاجات دينية حاجات سياسية، هيدخلوا بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، فاوعى تدخل حد بينا. احنا كلنا، خالد الغندور كان في فرحي، متجوز من فرحي، مش عارف جمال حمزة صديق، كابتن حازم امام صديق عمر، لو شفت لقطة كده من فرحي هتلاقي الزملكاوية اكتر من الاهلوية. ودي حاجة لازم نختم الجزئية دي ونقول ان كل اللعيبة لازم تاخد بالها من تصرفاتها وافعالها واقوالها، لان اللي بيعيش اللعيبة في اذهان الناس وفي قلوب الناس بعد ما تخلص كوره، ان انت مهما لعبت 10 15 سنه هتخلص كوره، اللي هيطول عمرك في قلوب الناس وذاكره الناس واذهانهم هو احترامك في تصرفاتك وافعالك واقوالك. عشان كده بتلاقي اسماعيل يوسف مع حفظ الالقاب حب كبير جدا في قلوب جمهور الزمالك وجمهور الاهلي، وليد صلاح الدين حب من جمهور الزمالك وجمهور الاهلي، حازم امام، عماد متعب وغيرهم من نجوم كبيره، نجوم بجد في افعالها وتصرفاتها واقوالها وفنياتها طبعا في ارض الملعب، لكن بره الملعب عشان هم محترمين، عشان كده كل جمهور مصر مختلف الوانه بيحبهم وبيحترمهم. فاصل سريع او تقرير سريع ونرجع نبتدي كلامنا مع نجوم مصر كابتن اسماعيل يوسف وكابتن وليد صلاح الدين، خليكم معنا. من رحم المعاناة يولد الامل، ومن قلب المأساة يولد الفرج. فبعد غياب 5 مواسم عادت الحياة إلى القلعة البيضاء بعدما تمكن الزمالك من تحقيق الحلم والفوز بالدوري للمرة 13 في تاريخه، حلم طال انتظاره، إنه لقب الدوري بعد طول سنوات وترقب. رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها نادي الزمالك إلا أن الفريق نجح في فك القيود وإعادة البسمة مرة أخرى لجماهيره المتعطشة لرؤية درع الدوري مرة أخرى. تمكن الزمالك من الفوز بالدوري قبل انتهاء المسابقة بجولة بعد فوزه على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، ليصبح الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي 6 نقاط كاملة بعد تعثره أمام الجونة بالتعادل 3-3. الفرنسي باتريس كارتيرون استطاع دخول التاريخ مع نادي الزمالك بعد قيادته لتحقيق الدوري الذي سبق وساهم في تحقيقه مع الأهلي موسم 2018-2019، وأصبح أول مدير فني يساهم في الفوز بالدوري مع القطبين. ويعد لقب الدوري هو الإنجاز الثالث لكارتيرون مع القلعة البيضاء بعدما سبق وقاد الزمالك للتتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي. اقترب محمد شريف لاعب الأهلي من الفوز بلقب هداف الدوري لأول مرة في تاريخه بعد وصوله إلى 20 هدفا، وخامس لاعب في تاريخ الدوري يصل إلى 20 هدف، ويتبقى له مباراة أخيرة أمام أسوان. شهدت الجولة قبل الأخيرة للدوري مفارقة غريبة، وهي نجاح فرق غزل المحلة والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا الذين صعدوا هذا الموسم من البقاء بالدوري الممتاز لأول مرة منذ 16 موسم، وكان موسم 2004-2005، فقد نجح خلاله فرق أسمنت أسيوط وأسمنت السويس وطلاع الجيش في تحقيق نفس الإنجاز، فيما هبط للقسم الثاني فريق وادي دجلة لأول مرة في تاريخه منذ صعوده لدوري الأضواء والشهرة في 2010، كما هبط كل من الإنتاج الحربي وأسوان. اقترب سموحة من تحقيق المركز الثالث في الدوري عقب فوزه على أسوان، كما حقق بيراميدز الفوز بخماسية على مصر للمقصة، وهي نتيجة الأكبر للفريق في تاريخه بالدوري والهزيمة 6 على التوالي للفريق الفيومي. كما خسر المصري للمباراة 2 على التوالي في الدوري أمام إمبي، وتعادل طلاع الجيش مع الإسماعيلي، وهي نفس النتيجة التي حققها الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي والتي أبقت على الأخير في البقاء بالدوري. كما حقق المقاولون العرب الفوز على المحلة وهو الانتصار الرابع على التوالي لذئاب الجبل. أخيرا
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة الفراعنة لمباراتي أنغولا والجابون في تصفيات كأس العالم، وشهد التواجد 27 لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في إنجلترا، تحسبا لنجاح المساعي في ضمهما في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في بريطانيا. تجانا نقدر نقول ان فوز نادي الزمالك ببطوله الدوري السنه دي مفاجاه؟ مش مفاجاه، يعني مفاجاه للاحداث اللي حصلت طوال الموسم من شهر 11 حتى امبارح، يعني اول امبارح يوم تتويج نادي الزمالك ببطوله بالنسبه للعيبه وبالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للاداره، بطوله تعبوا فيها جدا، بطوله مستحقه. ايوه كل حاجه اتغيرت في الموسم دوت ما عدا الجمهور واللعيبه. ده حتى اللعيبه والدكتور حمد مشي وسازي يعني مشي، اللعيبه اللي كانوا موجودين يعني جهاز فني اتغير، ادارات اتغيرت، حاجات كتير، المعطيات اللي كانت الثابت الوحيد جمهور نادي الزمالك الكبير اللي وقف ودعم الفرقه في وقت صعب جدا، واللعيبه اللي هي كافحت من اول دقيقه لاخر دقيقه. صحيح كارتيرون مشي ورجع، يعني هو الاضافات اللي قبل ما يمشي كان موجود بس اللي جه سيف الجزيري ومروان، انما هو عارف اللعيبه محافظ اللعيبه، هو بيتعامل نفسيا كويس جدا مع اللعيبه. فتره الاعداد اللي حصلت شهر دي وقعدت اربع اسابيع ابتدى يعلي الفيزيكال فيتنس كويس جدا، وفرق معاه قوي فتره التوقف، فرقت معاه جدا لان المعسكر اللي عمله، المعسكر اللي عمله كان معسكر على اعلى مستوى طبعا، واهتم جدا بالجانب النفسي زائد البدني، وده واضح في خلال المباراه. لو رجعنا للمباراه اللي انا حسيت ان نادي الزمالك هياخد فيها الدوري، ايوه مباراه الاتحاد، الاتحاد هدف عبد الشافي 2-1، طبعا هدف عبد الشافي، التوقيت ده والتكتيك اللي اتلعب بيه الماتش يا وليد، ان اللي عمل الكره المسلوسي يعني في تكتيك الشغل بتاعنا ان احنا ما ينفعش الاثنين يبقوا طايرين، صحيح التوقيت، وان عبد الشافي يجي في المنطقه دي بعد ما مروان يلعب بالدماغ. عبد الشافي بصراحه كابتن اسماعيل، لا ده قصه لوحده، هنقعد يعني خمس يعني محتاج حلقه لوحده عبد الشافي. فده الاحساس مش مفاجاه، لكن الاحداث اللي حصلت هي دي اللي ايه صعبت الامور بالنسبه للعيبه نادي الزمالك، وكلنا قلنا ايه ان الامور هتبقى صعبه شويه، لكن مع اراده مع تركيز مع ان اللعيبه حطت هدف واشكرهم عليه كلهم، ان هم الموسم بالنسبه لهم ما يطلعش كده بعد افريقيا، في افريقيا في كاس الامور كانت صعبه جدا مع اسكواد محترم. صحيح نشكر فيه المجلس السابق بقياده المستشار مرتضى واداره الكوره موجود امير وانا كنت موجود، والناس اللي كملت صحيح كابتن حسين لبيب راجل محترم، واللجنه اللي قبليه واللجنه اللي هو احمد عبد العزيز طبعا كلهم بنشكرهم، انما ده نتاج الجهد ده كله بتاع المجموعه دي. ان نادي الزمالك توج ببطوله غاليه جدا جدا جدا، وكان فيها شراسه حتى اخر لحظه مع النادي الاهلي. كابتن وليد لو بتتكلم على ميزه فنيه كانت موجوده في الزمالك السنه دي وهي دي اللي كسبته الدوري، تختار ايه؟ بص حاجات كتير، حاجات كتير وممكن تبقى كمان جديده على نادي الزمالك. يعني باخد من كلام كابتن اسماعيل، حاجات كتير جدا اتغيرت، كنا متعودين على نادي الزمالك ان لما مجلس الاداره يتغير او الدنيا تفرط شويه اللعيبه تهمد، ده ما لقيناهوش. اللعيبه بصراحه ونديهم حقهم من المرات القليله جدا اللي الاقي في لمه عند اللعيبه كبيره. صحيح ده ممكن يكون بحكم الخبرات، خد بالك في اللعيبه بقى لها 3 4 سنين شغاله مع بعض، يعني طارق حامد مع ساسي مع عبد الشافي مع اشرف بن شرقي مع شيكا، تحس ان في مع محمود علاء مع الونش تحس ان في مجموعه كده بقالها كذا سنة وشغالين بشكل كويس. حتى كمان هم بياخدوا مخزون التكتيك من المدربين، انا معرفش مين تقريبا، يا اما مستر جروس يا اما باتشيكو، كابتن اسماعيل صحح لي، فكرة ان انا لما اجيب جون اعمل باركنج ورا وما اقلقش، ولعيبة نادي الزمالك بقت صابرة قوي. باتشيكو ان الناس تنقل قدامها وهم عادي مفيش مشكله مش متوترين. أيوه. وبعد كده اقطع واحط البن شرقي، اقطع واحط الزيزو، يبقى هنا في تطور في الناحيه الفنيه. زائد طبعا مليون في الميه الحلول الفرديه،
برضو خلينا نقول ان عامل من العوامل المهمه جدا في مكسب نادي الزمالك للدوري الحلول الفرديه. هتلاقي زيزو لاعب حوالي 32 مباراه، هتلاقي بن شرقي لاعب له تقريبا 30 مباراه. الطرفين دول عندهم حلول فرديه. صحيح. كره تروح لاشرف بن شرقي بيعدي، تروح لزيزو بيعدي. دي عامله اوباما بعض الفترات الكبيره اللي كسب فيها نادي الزمالك. فاظن ان لمه الفريق دي نقطه مهمه جدا، ودي جايه من خبرات ما كناش متعودين عليها. كنا متعودين ان الاهلي لما يبقى ليدنج على الدوري ويبقى خلاص هو عيل الدوري، نادي الزمالك ما بيخسرش نقط والزمالك هو اللي بيخسر، ونادي الزمالك بتحس كده انه اللعيبه بتريح. أيوه. بتبتدي تفك. ايوه. وحتى كمان مع الاشاعات، يعني يطلع اشاعات كتير. ان مثلا فلان ماشي، طب حمدي النقاز هيرجع، حمدي النقاز هيرجع، طب رحيل ساسي، طب ساسي ده مشكله فضلت طول الموسم يعني كمسلسل يعني. مصطفى قبل ساسي، بس قول مصطفى محمد خلاص مشي والدنيا خلصت بقى. ساسي قاعد على مدار شهور، لا قاعد مش قاعد، لا صح. ماشي لا راجع. فكمسلسل مستمر يعني. كل دي اسباب انا شايف ان لمه اللعيبه لغايه اخر وقت ده يحسب للعيبة نادي الزمالك، ويحسب للعيبه رقم واحد. أيه. للامانه بره الجهاز الفني وبره، احنا عارفين احنا كلنا لعيبه كوره وعارفين ان لو في لمه لعيبه هي دي الاهم في مشوارك في الدوري. صحيح. زائد الحلول الفرديه من وجهه نظر كابتن اسماعيل كارتيرون. ايه اللي اختلف في كارتيرون في الولايه دي في الولايه الثانيه؟ التطور التكتيكي اللي حصل بعد المعسكر. لان من طبيعه لعب التكتيك بتاع كارتيرون ان هو بيترك الاستحواذ للفرق الاخرى ويبتدي يلعب على المساحات ويلعب على الفروق الفرديه اللي موجوده بكثره داخل نادي الزمالك. لكن في اخر ست مباريات ابتدى يعمل ضغط مرتفع. لعيبه نادي الزمالك بقى في تقسيمه بيقابل من قدام. يعني ماتش وادي دجله سبب فوز نادي الزمالك ان هو قابل من قدام. ماتش الاتحاد يعني. صحيح. ماتش المصري، معظم الماتشات في السبع ماتشات الاخرى بقى هو يقابل. في تطور تكتيكي حصل. صحيح. زائد الجزء ليه حصل؟ لان الجزء البدني بالنسبه للعيبه، اللعيب الموهوب عامه لما يبقى الجزء واقف على رجله كبدنيا يقدر المدير الفني يشكله. صح. في كل مميز الخطط. في الحته دي كارتيرون هو مميز. وبعدين سبب من اسباب برضو تفوق نادي الزمالك ان هو ما بصش وراه. ايوه. باصص قدامه على الثلاث نقاط كل مباراه. دي نقطه مهمه جدا جدا يا هيما، وانا قريب من المجموعه وعارف. يعني ما كانوش بيفكروا هو بس هنعمل اللي علينا الفتره دي وزي ما يكون ربنا بقى يجيبه. كويس. المهم الثلاث نقاط في كل مباراه. أيوه. وده ده الفرصه لنادي الزمالك من مباراه لمباراه. الفرق كان 8 6 4 2 بقى فرق لنادي الزمالك. وده ان هو كان مركز في اللي قدامه فقط لا غير. صحيح. كابتن وليد، لو احنا بنتكلم على اللعيبه، لعيبه نادي الزمالك انت اتكلمت عنهم كلهم وقلت ان هم رجاله وكان عندهم لمه مختلفه السنه دي، لو هتختار لعيبه انت شايف ان اللعيبه دي هم نجوم الموسم في الزمالك، تختار مين؟ انا دايما باخدها بعدد المباريات مقارنه بالتاثير. ايوه. كنت هاخد زيزو لانه اكتر لعيب لاعب مباريات وشارك بس اكتر دقايق طارق حامد. بالظبط. لكن مش هاخد زيزو لسبب انا يعني وعايز اقوله له. بص، في لعيبه بتحس يا كابتن اسماعيل ان من كتر ما هي جاهزه ومن كتر ما هي بدنيه بيعمل حاجات عاليه صعبة. جدا بيعمل حاجه صعبه تدي مردود عكسي. يعني زيزو انا عايز اديله نصيحه، انت مثلا المدافع قدامك اهو عايز تروح ترقصه، روح رقصه. لكن ما تروحش تعمل كده وتعمل كده وبعدين تلم تاني وبعدين تعمل كده وبعدين تلم تاني. انت بتعمل مجهود بدني وانت واقف مكانك، انت ما عدتش. فزيزو ب 32 مباراه كان ممكن يبقى عنده تأثير أعلى من كده. لكن هو واحد من نجوم المباراة. لكن أنا هاخد نجوم الموسم. الموسم قصدي. أنا هاخد طارق حامد رقم واحد، لأن طارق أنا شايف إن العنصر اللي لو اتشال من تيم نادي الزمالك يبقى فيه مشكلة حقيقية. فيه مشكلة حقيقية في رقم ستة، في الروح، في القلب، في الجدعنة، في الرجولة، في لمة الفرقة. طارق حامد بالنسبة لي رقم واحد. اشرف بن شرقي لانه لعيب مؤثر بشكل غير عادي. اشرف بن شرقي المباراه مثلا اللي فاتت كانت الانتاج اشرف عادي خالص. يعني من اقل مستوياته جاب جون وعمل جون ومان اوف ذا ماتش، مع انه وحش. يعني مش عايز اقول وحش بس مش يعني مستوى. مش مستواه. لكن هو وكارتيرون ذكي جدا في دي. اللعيب الوحيد اللي تحس انه ما بيتغيرش اشرف بن شرقي. صحيح. قليل ليه؟ لان هو يقول لك في اي لحظه ممكن يجيب جول. صح.
زي عنده مهاره زي ما كنت انت لسه بتتكلم من شويه، عنده مهاره غير اعتياديه بالظبط. يعني انا حتى اللعيب الحريف ده انا ممكن اصبر عليه حتى لو هو مش شايف، لان هو في لقطه هيخلص لي المباراه. مين كان بيعمل معاك كده وانت بتلعب يا كابتن وليد؟ كتير. لا كتير. مين اكتر مدرب كان بيبقي عليك حتى لو انت في مش في مستواك مش في يومك، بس هو عارف ان وليد ممكن في اي لحظه ممكن يكسبه الماتش؟ بص، هولمان كان بيحبني جدا. مانويل جوزيه لما جه، مع ان انا كنت كبير يعني كنت 30 سنه، لكن قال لي من اول ما جه كده بعد ماتشين ثلاثه قال لي انت هتلعب معايا ال 30 مباراه، بس انا هحدد لك انت امتى هتنزل تكسبني. يعني مانويل جوزيه ذكي جدا. وطبعا الله يرحمه الكابتن جوهري. كابتن جوهري برضو واحد من الناس اللي كان مقتنع جدا جدا يعني بيا، حتى لدرجه ان انا نزلت مره مباراه بدل الكابتن طارق ابو زيد، كان عندي تقريبا 17 سنه. أيوه. سنه 89 كنت انتوا في كاس العالم، كنت رايحين كاس العالم، كسبنا المنصوره 2-0 وجبت انا الجونين في استاد القاهره والملعب كان متقفل. كلمني الكابتن جوهري ساعتها بالليل قال لي يا وليد انا متابعك وعارفك، وروح سلم نفسك للكابتن محمود سعد في المنتخب الاولمبي، هتروحوا ايطاليا وانا اول ما ارجع من كاس العالم هشدك معايا في المنتخب الكبير. فواحد من الناس اللي كان حتى انا ما كنتش بلعب في الاهلي خدني معاه منتخب كتير كذا مره. كابتن جوهري كان بارع في الحته النفسيه دي نفسيا وفنيا على مستوى عالي جدا. يعني احنا كلنا كنا بنحبه جدا ونخاف منه ونحترمه لان هو مقنع بالنسبه لنا، وكان سابع عصر الله يرحمه. الله يرحمه. عايز اضيف بس، انا بس عايز اخد منك حاجه كابتن اسماعيل في طارق حامد، لان اللي يشوف طارق حامد لما دخل الزمالك هو نسخه مختلفه تماما عن طارق حامد دلوقتي. طارق من الناس المؤثرين جدا مش الموسم ده الحقيقه. يعني انا عايز احييه واشكره لان هو ليه دور فني ودور خارج الملعب. أيوة. ان هو فعلا قائد بمعنى الكلمه. المواسم الخامسه السابقه يمكن الموسم الاول ما كانش بيلعب اساسي يا وليد، يعني مع مستر فيريرا وكان ابراهيم صلاح هو اللي بيلعب. صح. فحصل موقف كده، كنت انا ماسك مدير كوره، حصل موقف داخل الملعب كان بيلعب ونزل اخر دقيقه. يعني تغييره بدل ابراهيم اتصاب في اخر دقيقه في الماتش، وتاني يوم كان في تدريب لقيته جاي بدري ساعه بيتمرن، واتكرر الموضوع ده 3-4 مباريات. فانا جبت طارق قلت له يعني هو ده حقيقي؟ قال لي اه حقيقي يا كابتن، انا مستني الفرصه واوعدك لما ابقى في الملعب مش هطلع منه. 5 سنين طارق من اهم لعيبه مصر ونادي الزمالك، لان هو بيشتغل على نفسه ومخلص جدا محترم جدا وقائد داخل الملعب، وليه دور كبير جدا في الفتره اللي فاتت دي في بطولات نادي الزمالك. فانا بحييه وبحيي محمد عبد الشافي لان لعيب في السن ده. صحيح. وبيلعب اساسي وبيروح منتخب مصر على لعيبه صغيره وغيابه يؤثر فنيا في فرقه نادي الزمالك. صح. من اللعيبه المؤثره. صح. جدا 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 وما بسمعلوش صوت. واللعيبه اللي من اللعيبه اللي كل اللعيبه بتحبه. صح. وكلمته نافذه معاهم. محمود حمدي الونش. انا بكلمك على ناس اشتغلت. طب الونش برضو يا كابتن اسماعيل، ونش مستوى من يعني تطور. يعني تطور غير طبيعي في فتره قليله جدا. الاسامي اللي انا بقولها لك دي اهيم هي اعتبرت ان الكوره دي شغلتها الاساسيه. ايوه. واشتغلت على نفسها. التطور اللي حصل في مستوى الونش ومستوى طارق حامد ومستوى مصطفى فتحي مش تطور عشوائي، ده تطور مدروس بالنسبه لهم، وانا عارف هما بيعملوا ايه خارجيا. أيوه. يعني جايبين فيزيكال فيتنس لوحديهم، بيشتغلوا على نفسهم في تغذية بيناموا كويس. فربنا لازم المردود داخل الملعب. صح. يبقى كده والمستوى كده. وهم حسوا بدي يا وليد. صح. فالموضوع يعني بقى في نتيجة قدامهم للي عملوه، ففي تطور. والجميل في الموضوع ان هو جر معاه الموضوع ده، جر معاه ناس تانية. محمد عبد الغني ابتدى يشتغل على نفسه. صح. يعني بقى في تنافسيه، فكل واحد عايز يطلع في حاجه كويسه. صح. تفيد اللعيبه، وده سبب من اسباب تفوق لعيبه نادي الزمالك في الفتره الاخيره. كابتن وليد، يوسف اوباما لغز بالنسبه لكل جمهور نادي الزمالك. عارف اللي انت اللي بيقول عليه ايه، لا بحبه ولا اقدر على بعده. يعني بيحبوا يوسف اوباما وكل حاجه وتمام، ويوسف طبعا نجم وموهبه كبيره جدا، بس في ماتشات كتيرة جدا الجمهور بيبقى غاضب على يوسف اوباما او شايف انه بيبقى عنده احسن من اللي بيقدمه. ايه قصة يوسف اوباما في وجهة نظرك؟ والله لعيب كبير. يعني انا اشتغلت مع يوسف اوباما وانا اللي خدته من نادي الزمالك اعارة لنادي الاتحاد السكندري. أيوه. مع الكابتن مختار طبعا. المدير الفني القدير، وكابتن مجدي عبد العاطي، والجهاز ساعتها من حوالي 5 سنين.
كنا خدنا يوسف اوباما اعاره لمده سنه ويوسف ما كانش بيلعب في نادي الزمالك وكان لا لعيب كبير لعيب كبير يلعب طرف يمين طرف شمال رقم 10 راس حربه. طب ايه المشكله؟ طب ليه ليه القصه دي مش واصله لجمهور نادي الزمالك؟ المشكله ان يوسف بيحب يمتع نفسه يعني ما عندوش حته ان هو النواقص اللي عنده ما بي هو نفسه ما بيحاولش يركز فيها ان هو يعوضها عشان كده هتلاقي الصيغه الدوليه بعيده عن اوباما شويه وان كان هو بقى بص متاسس كويس يمتلك قوه يمتلك سرعه يمينه شغاله شماله شغاله دماغه شغاله مش طويل دماغه شغاله تحركاته كويسه جدا الفوت وورك بتاعه عالي جدا بص دي بص دي اقف هنا اقف هنا هو حس ان هنا الكره صعبه عليه لانها جايه على شماله بص بقى هيعمل ايه كم لا خلاص تقل عليها وعدل نفسه عليه برافو عليك وبص بص بص ونزل تحت قوي علشان يضمن ان الكره دي مش هتقلش مش هتعلى حط بس فيها توجيه فهو عنده اهداف بكل حاجه بص دي شيكابالا طبعا بعد ما هيقعد يلم كذا مره هترجع لشيكابالا تاني بعد ما اتضايق وراح وعمل بكعبه تمام بص سهل بعدين هو في ميزه هو وربنا يا رب يشفيه ويرجعه الف سلامه وان زكريا هما الاثنين اميز اثنين في حته التكمله في ال 18 برافو عليك بيروح تاني. برافو عليك بيروح كراس حربه تاني كاحسن ما يكون انت لو جبت له اهدافه بقى معانا احنا في الاتحاد السكندري حاجه جامده جدا ده جايب جون في الاسماعيلي حاجه جامده جدا بس هي الفكره بقى ايه اوباما وانا كلمته كتير والكابتن مختار كلمه واظن ان الكابتن اسماعيل كلمه طبعا. مش لازم كل حاجه يبقى شكلها حلو يعني العب مش لازم يكون كل اللعب جمالي يعني وفي نفس الوقت ما تفقدش الكوره بسهوله بص دماغه بص خد الخطوتين ده في مباراه الاتحاد السكندري وحطها بدماغه كراس حربه تاني هو يوسف ساعات يغالي في انه يسند الكوره يمشي بيها خطوتين فتتقطع منه فهو ما يبقاش عادي يفضل في نادي الزمالك ولا يحترف؟ لا انا عندي مقوله واحده وثابته اي لعيب يجي له احتراف برقم كبير يمشي ده مقوله ثابته لان احنا تاني برضو الاهلي والزمالك او الجماهير فاكره ان الكوره ان انا اكدس كل النجوم عندي وده مش صح كوره في العالم كله بيع وشراء عندك ميزانيه النهارده مثلا النادي الاهلي مثلا جايب مكسون ده لعيب كويس قوي بتاع سيمبا التنزاني وجايب بيرسي تاو مثلا ورحت جبت حسام حسن ان شاء الله يخلص 25 مليون تمام وجبت كريم فؤاد طب الصفقات دي الارقام الكبيره جدا دي ايه المقابل بتاعها؟ لا ممكن المقابل بتاعها ان اجايه يحترف ان ولتر بواليا يطلع اعاره ان ممكن ديانج لو جالي فيه 8 9 10 مليون دولار احنا جايين لنادي الاهلي هنروح نادي الاهلي ونتكلم باستفاضه انا بكلمك بتكلم في فكره عامه ان انا لازم ابيع عشان اقدر اوفي اللي موجود حتى على الزمالك حتى على فاوباما انا اهم حاجه وحرفيه بقى الجهاز الفني وكابتن اسماعيل طبعا مدير فني كبير بقى ومدير كوره كمان فالحته دي عايزه حرفيه انا هبيع اوباما البديل موجود ولا مش موجود موجود في دماغي وهجيبه وهيقفل الحته دي ولا لا ولا انا اروح بايع وربنا يسهل صحيح. لا يا الحته دي عايزه سيرش كويس قوي والانديه الكبيره لان الجماهير لما بتغضب تبقى صعبه فانا لما ابيع لعيب من اساس الفرقه اللي كسبانه بطوله لازم اجيب زيه علشان يعمل نفس الدور بتاعه كابتن اسماعيل اوباما يحترف وهل في بديل في نادي الزمالك يقدر يحل محل اوباما؟ هو انا مش مع ان اوباما يحترف لان وجوده مهم جدا جدا في نادي الزمالك خصوصا مع وجود سيف الجزيري، سيف الجزيري بيعمل مساحات في الدفاع بطريقه كبيره جدا. صحيح. محتاج حد يكمل معاه يمكن المباراه اللي فاتت في التحليل يمكن وليد كان موجود معاه. وانا قلت ان وجود اوباما حتى لو مش في مستواه الفيزيكلي يعني الفيتنس مش بتاعه مش احسن مستوى مش بدني مش احسن مستوى ان وجود اوباما لان هو احسن واحد تقريبا في مصر بيكمل السكند سترايكر يعني الفرود الثاني بيكملها زي كتاب ما بيقول صح؟ خصوصا تحركات سيف القطريه عشان سيف بيتحرك بشكل عرضي فبيفضي له مساحه يقدر يخش فانا مش معاه ان هو يحترف ان هو ان في حد يعوض فيه لان انت عندك برضو ناس راجعه زي مصطفى فتحي اوناجم وده لعيب كبير جدا ايوه في لعيبه تانية ممكن تيجي عمر في يعني في كذا لعيب يلعب
ممكن اشرف بن شرقي يلعب في المكان ده، ممكن مصطفى فتحي يلعب في المكان ده. طب بمناسبه المهم ان هو جوه البادجت ولا بره البادجت؟ لا احنا ماسكين زد دلوقتي، احنا ماسكين زد دلوقتي، معانا الجهاز الفني الجد يا جماعه على فكره هنا. كابتن اسماعيل مدير فني وانا مدير كوره. كابتن اسماعيل عايز لعيبه بس، يقول بص اللعيب ده هات جوه البادجت ولا بره البادجت، يعني ده جوه الميزانيه ولا هنعمل فيه ايه؟ جوه الميزانيه. بص مش عايز يمشي اوباما، انما ايه طب جوه البادجت ده ولا مش جوه؟ لازم يعني هنسيبه وهنعمل ايه؟ يعني حتى لو جاله، دي نقطه مهمه فعلا كابتن، حتى لو جاله مقابل مادي كبير، ما هو المقابل المادي اللي بياخده ما هو لسه مجدد عقده. يعني لازم، لا قصدي لو جاله عقد لنادي الزمالك بمقابل مادي كبير نادي الزمالك يستفيد. يعني لو جالك 5 مليون دولار مثلا بتتكلم ولا 4 مليون في الحاله دي الاداره تفكر. انما هو وجوده مهم، والمحافظه على كيان اللي موجود دلوقتي بالنسبه للاعيبه نادي الزمالك اللي فازوا بالدوري العام مهم جدا جدا جدا. التغيير يبقى في اضيق الحدود وفي الاماكن اللي يحتاجها الفريق واللي محددها كارتيرون. بمناسبه الاعارات يا كابتن اسماعيل، عندنا عمر السعيد، كريم بامبو، مصطفى فتحي، محمد ونجم، رزاق سيسي، مين الاسماء اللي انت شايف انه نادي الزمالك لازم يرجعها الموسم اللي جاي؟ نمره واحد مصطفى فتحي. تمام. طبعا لان هو انا بعتبره من افضل المواسم اللي عملها مصطفى فتحي، نص موسم اللي عمله ده بعتبره انا هداف الدوري، ان هو نص موسم يجيب 16 هدف يا كابتن. صح. وده من الناس اللي اشتغلت برضو على نفسها، ويبقى ليه دور كبير جدا في المنتخب، وانا البديل الاوحد والامثل بالنسبه لمحمد صلاح في المنتخب. أيوة. وجهه نظر الشخصيه. جايين طبعا للمنتخب وهنتكلم عن ده، حتى سؤال حلقتنا النهارده. تاني واحد طبعا انا برضو كريم بامبو ممكن يكون موجود. أيوة. ونجم يكون موجود، يبقى انت عندك الناس اللي تحت الفروت كأجنحة او صناع لعب، عندك بدائل، في عندك بدائل، وعلى فكره الحته دي ناقصه في الزمالك. يعني اشرف بن شرقي ملوش بديل في الزمالك، واشرف الناحيه الثانيه زيزو، وهو شيكابالا بقى بيتوزع، يبقى بديل مصطفى ساعات بديل بن شرقي ساعات بديل شيكابالا، بيلعب ساعات كويس جدا في تحت الفيرود، صانع العاب، ما عندناش مشكله خالص في الجزئيه ده. الاهم الناس اللي انا شايفهم ثلاث اربع لعيبه دول اللي هم ممكن يكونوا موجودين. محتاج نادي الزمالك تدعيم في مكانين ثلاثه انا شايفهم ان هم في منتهى الضروره يكونوا موجودين، واعتقد ان كارتيرون هو محدد اللعيبه. بس انا وجهه نظري لازم يبقى في سرد باك رابع. ما هو كابتن على نفس المستوى امبارح كان مشرفني، قال انه كارتيرون قال هو يعني دلوقتي بصدد التعاقد مع مساك ولعيب خط وسط وفيرود واثنين لعيبه خط وسط في 6 و8، لان طارق الشغل السنين يعني موت نفسه. لازم حد يبقى بديل وفي نفس المستوى، ولازم حد في 8 برضو مهم جدا، لان في 8 نفتقده في نادي الزمالك الرقم ده وسنتر فيرو. كابتن وليد، شايف مين من الاعارات نادي الزمالك ان لازم اللي لازم يكون موجود السنه اللي جايه؟ برضو انا بحسبها خريطه. ايوه. مين هيقعد ومين هيمشي وتباديل وتوافيق، برضو بحكم ان انا مدير كوره. يعني مثلا انا شايف من وجهه نظري الفنيه مصطفى فتحي فقط. الباقي كله من وجهه نظري مش، لكن هعمل ايه في اشرف بن شرقي؟ انا لو سيسيه بالمستوى اللي انا عارفه عنه في نادي الاتحاد السكندري ومفيش اصابه وجاهز بالمستوى اللي انا شفته، انا هجيبه ده لازم يلعب. يعني مش هيقعد. ايوه. لانه لعيب محترف وفي نفس الوقت هو متعود على التواجد في الملعب. طيب اشرف بن شرقي اللي طالب 2 مليون و400 او 2.5 مليون مثلا، ده كلام قيل ان هو اتقال يعني، فاهم؟ انما يعني رسمي لسه مفيش حاجه من الكلام ده. نفترض ان هو غالى في طلباته. أي. مثلا زي ساسي. انا النهارده هي خريطه كابتن ابراهيم وانا بعمل فيها التباديل والتوفيق، بمعنى ان لو اشرف بن شرقي مش هيكون موجود في نادي الزمالك يبقى سيسيه. مصطفى فتحي لازم. ليه بقى؟ لانه اولا سنه صغير، لعيب يمتلك كل حاجه واهم حاجه المهاره. انا عندي السنه دي مكسر الدنيا مع سموحه، والمكان ده في زيزو ومعاه شيكابالا. شيكا طبعا نجم كبير ومكسر الدنيا، بس كويسة. بحكم السن ممكن ما تلاقيهوش قوي، ممكن يجهد في بعض المباريات، ممكن مصطفى يحل لك جناح، يحل لك بلاي ميكر، يعني عليك. عنده كذا مكان. وتحيه للكابتن احمد سامي طبعا اللي خلى مصطفى فتحي يلعب كل الاماكن. ده لعب راس حرب. ايوه صح. لعب بيه مباراه راس حرب، لعب رقم 10، لعب ناحيه اليمين، لعب ناحيه الشمال الماتش اللي فات. بصراحه مصطفى فتحي جاي لك جاهز. صح. فانا هنا برضو خريطه، هعمل ايه في الناس دي؟ 10 اوباما هيكون موجود ولا مش هيكون موجود؟ لو مش موجود يبقى لازم برضو اونجم، لو موجود يبقى انا لكن اللي انت شايف انه لازم يرجع مصطفى فتحي. مصطفى فتحي الوحيد من وجهه نظري اللي هيفيد نادي الزمالك فنيا. قبل ما نروح لفاصل
ده طبعا واحد من احلى اهداف الدوري مصطفى فتحي، جاب شويه جوال حلوه قوي السنه دي بصراحه. قبل ما نروح لفاصل كابتن اسماعيل، اشرف بن شرقي صراحه كده وانت قريب من الامور جوه نادي الزمالك، يعني في حاله البغدادة بتاعت اشرف بن شرقي على نادي الزمالك مشيها بغدادة، انت شايف ايه التصرف الامثل مع اشرف بن شرقي؟ انا شايف ان هم وصلوا لديل مع اشرف وهو موافق عليه، وخلال ايام هيبقى هيعلن عنه، لان وجود اشرف داخل فرقه نادي الزمالك مهم جدا. يعني اللعيبه اللي عندها خبرات واللعيبه اللي عندها حلول فرديه واللعيبه اللي برضو علاقتها بلعيبه نادي الزمالك اكتر من ممتازه، ودي نقطه تحط تحتها 100 خط يا وليد طبعا. مهم جدا ان اللعيبه بتحبه، وهو مؤثر جدا في الفتره اللي فاتت، مهم جدا. مهم جدا. ويقدر يلعب في اكتر من مركز. صحيح. يعني ممكن جناح يمين جناح شمال يلعب في رقم 10، ما عندوش مشكله، حتى لو مش في التوب فورم بتاعه الفني. صحيح. انما يقدر يخلص لك مباراه زي مباراه الانتاج المباراه السابقه. أيوه. فوجوده مهم. في 5 أو 6 لعيبه يا كابتن وليد. صح. لازم تحافظ عليهم في القوام الاساسي لو انت عايز تاخد بطولات الفتره اللي جايه. مين كابتن اسماعيل وجهه نظرك؟ لازم طبعا لازم الونش وعبد الغني. يعني عبد الغني في تطور مستوى رهيب. طارق. اللعيبه معظم اللعيبه الكبار اشرف بن شرقي شيكابالا، اللعيبه دي لازم تحافظ على القوام الاساسي، لازم يكونوا موجودين ال7-8 دول، لانهم عندهم خبرات، وخبرات الفوز ببطوله وصلت خلاص للعيبه. صحيح. فالموضوع لازم يا اما يبقى فيه تدعيم في اعلى مستوى او تحافظ عليه. مكملين كلامنا مع نجوم مصر، خلي حضراتكم معانا. بنرحب بحضراتكم مره ثانيه. بعيد بقى عن البادجت، احنا عايزين بقى ايه الحاجات بتاعت اللي في الثمانيات بتاعت كابتن وليد. حراس مرمى الزمالك دلوقتي عندنا 3 حراس، ابو جبل، جنش، عواد، ومحمد صبحي راجع، وموجود احمد نادر السيد. لو كابتن وليد بيحط لنا السنه اللي جايه قائمه حراس مرمى نادي الزمالك، يحط مين؟ انا همشي زي العالم كله، العالم كله في واحد كبير رقم واحد، الثاني يبقى اقل منه. بص، النموذج في النادي الاهلي. أيوه. محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير. تمام. انا شايف ان نادي الزمالك لازم يعمل كده من وجهه نظر ابو جبل رقم واحد، جنش رقم صبحي رجع بتاع الاتحاد. بص، ابو جبل، جنش، محمد صبحي، ده الترتيب. جنش لو في حاجه محمد صبحي يستحق انه يبقى نمره 2. أيوة. يبقى ابو جبل، محمد صبحي، احمد نادر السيد. ليه بقى؟ لان بالخبره وبالمشاهده 3 حراس مرمى كبار تعمل مشكله. هيقعد يقول لك اصل كلهم كويسين، لا، هيحصل مشكله. وفي مشكله حصلت. أيوة. واضحه جدا ما بين جنش وما بين كارتيرون. واضح جدا، الله اعلم الاقاويل اللي بتتقال دي، بس بيحصل حاجات. لكن انا لما يبقى الحارس عارف ان هو رقم واحد، هتصاب هرجع نمرة واحد، مستواي هيقل هرجع نمرة واحد، وفي نمرة 2 وفي نمرة 3. كابتن اسماعيل، اسباب تراجع مستوى محمود علاء؟ مش تراجع، هو مستوى محمود علاء الفترة هو جات له اصابة، هي دي اللي اثرت عليه بعض الشيء، لكن هو لما بيبقى في الميعاد بيبقى كويس جدا. لا لا، يعني لعيب كويس. نادي الزمالك في احتياج لمساك مع الونش ومحمود علاء وعبد الغني. طبعا رابع. لازم رابع وحد بنفس المستوى. كابتن وليد، المسلوسي ولا النقاز ولا الاثنين مع بعض؟ لا، المسلوسي ده اختيار اول، او الاثنين ما يكونوش موجودين ويكون واحد موجود اجمد اساسا. لا، لكن الاثنين دي لا، الاثنين دي انا براها خالص. المسلوسي قعد معاك سنه وبدا يتطور ونهى غير ما ابتدى خالص، فممكن تديله الفرصه. لو عندك واحد احسن من الاثنين يبقى هو افضل. شايف المسلوسي عامل موسم اكتر ممتاز بعد فتره توقف بالنسبه له 7 شهور. ايوه. وكان مؤثر في نتائج نادي الزمالك في الفتره الاخيره، ومفيش طرح اساسا للنقاز اساسا. لا اساسا مفيش طرح. دي اشاعه من ضمن الاشاعات اللي اتزقت في الفتره الاخيره. خصوصا بعد ارتفاع مستوى حمزه المسلوسي. طب ولو النقاز مطروح فنيا يا كابتن اسماعيل، انت بتشوف مين ليه الافضليه؟ حمزه طبعا. حمزة. 100% حمزه. ساسي بديله موجود في نادي الزمالك اللي هو امام عاشور في وجهه نظرك، ولا لازم نادي الزمالك يدور على بديل اجنبي؟ بنفس الكواليتي ساسي لا. انما بالتاثير اللي عمله امام جنب طارق، ما هو بدليل ان نادي الزمالك خد دوري من غير ساسي.
فما فيش مشكله. بس لكن هل ده كافي يعني الزمالك ما يدورش محتاج على محتاج 8؟ انا بقول في كلامي ان نادي الزمالك محتاج 8. ناس بتقول مهند لاشين، ناس بتقول بعض الاسماء من الدوري المصري، مش 8 يعني محتاج لعيب بيلعب رقم 8 اللي هو بيبقى عنده واجبات الهجوميه مع ان هو يرد يشتغل جنب طارق بيقفل المنطقه. ابرز الاسماء اللي في مصر اللي انت شايف ان هي تقدر تحل المكان ده؟ مفيش لازم من بره مصر. لازم من بره. نادي الزمالك في احتياج لرمضان صبحي برضه، خريطة أشرف بن شرقي هتعمل فيه رمضان ما بيلعبش غير ناحية الشمال، أحسن مكان ليه، ممكن يدخل جوه شوية لكن أنسب مكان لرمضان صبحي ناحية الشمال. أيوه. فمش هتقعده مش هتقعد أشرف بن شرقي، ومش هتغير لأشرف اللي هو يعني ركن هنا سنتين ثلاثة المكان بتاعه، فبالتالي برضه مش هيبقى أنسب حاجة لو أشرف هتقدر تجدد له. لا، أنا وجهة نظري تجدد لأشرف أولى. لو عكسنا السؤال، رمضان صبحي في حاجة لنادي الزمالك؟ رمضان صبحي في حاجة للاحتراف الخارجي، لعيب صغير عنده كل حاجة، لعيب كبير رمضان، عنده قوة، عنده سرعة، عنده بالكرة مهاري جدا، صعبان عليا جدا جدا انه ينهي حالة الاحتراف الخارجي بتاعه. لسه عنده فرصة، واظن انها الفرصة الأخيرة. ايوه، رمضان من وجهة نظري بقى طبعا مع كامل الاحترام لبيراميدز فريق كبير وطبعا عايز ياخد البطولات كلها وداخل طبعا ومن حقه، لكن رمضان بصراحة من وجهة نظري مستواه يرتقي انه يلعب بره. صحيح، وسنه صغير طبعًا. رمضان يعني موهبة كبيرة ألحق في سنتين ثلاثة أعوض اللي فات. كابتن إسماعيل، نادي الزمالك في حالة ضمه لعبد الله السعيد إضافة طبعا محتاجه نادي الزمالك؟ محتاج الكواليتي ده ومحتاج خبرته حتى لو سنة، وجهة نظر الشخصية. دي إجابة السؤال اللي بتقول إنه عبد الله سعيد سنه كبير. ما عبد الشافي سنه كبير، أي بس أداؤه إيه في الملعب؟ ده السن ده مجرد رقم يعني في البطاقة يعني. لكن أداؤهم في الملعب مؤثر جدا، وعبد الله بدليل إن هو في منتخب صحيح. من أفضل اللعيبة اللي بيلعبوا رقم 10 في مصر هو وأوباما. يعني الزمالك محتاجه في الحالة دي. أوباما يطلع احتراف؟ ممكن يعني ممكن، ولا طبعًا. يفضل برضو أوباما موجود؟ ممكن أوباما موجود ويلعب عبد الله 8. يلعب عبد الله 8 8 طبعا، لو أنا هيد كوتش هعمل كده في وجود الاثنين. نادي الزمالك في حالة احتياجه لرأس حربة، وده كارتيرون عايزه فعلا، دي معلومة مؤكدة، في رأس حربة في مصر يكون أفضل من سيف الدين الجزيري، ولا نادي الزمالك يجيب فرود من بره؟ هو اوريدي سيف الدين الجزيري راس حربه جامد. ايوه، وراس حربه اولا محترف، ثانيا يمتلك من الخبرات منتخب تونس، بيرفع كره كويس، تحركاته كويسه قوي، القطع بتاعه هايل، دماغه كويسه قوي، يمينه شغاله شماله شغاله. انت الفكره هتجيب راس حربه برضو تاني انهي كاتيجري، كواليتي بتاعه عامل ازاي؟ اعلى؟ طب ما خلاص، طب ما انت عندك سيف الدين الجزيري، لو اعلى خلاص ماشي سيف، لكن انت لو هتجيب اقل علشان يكمل ما انت عندك. هل في مصر في حد اعلى؟ بص، انا بشوف الحمد لله ان حسام حسن الاهلي خده، بس انا بشوف ان حسام حسن إيه، لو لعب اهلي او زمالك يطلع منه حاجه جامده، حاجه جامده يعني. اتمنى له يا رب التوفيق ان شاء الله في النادي الاهلي، بس حسام حسن ممكن يبقى اعلى، لان سنا قوي ما شاء الله، الله اكبر، قوي جدا. انت شايف الاهداف يعني حاجه جامده جدا، هو شغال على نفسه في الحته البدنيه دي جامد جدا، وبيقف على الكوره ولعيب كوره وتلعب معاه كوره وبيجيب بيجيب اهداف يعني. ده طبعا ده سيف تقريبا، لا سيف، لا ده حسام. حسام السنه اللي فاتت والسنه دي، بص هدفه في النادي الاهلي، بص هدفه السنه اللي فاتت اللي خدناه احسن هدف في الموسم اللي من نص الملعب. أيوه. لا حسام يعني عنده كل حاجه، العاب الهواء والتحضير والقوه والسرعه، ومشاغب وضربات ثابته. هو بيفكرني بعمرو زكي. أيوه. شويه قوي جدا وكورته كويسه، تلعب معاه كوره، اظن ان حسام حسن هيبقى اضافه كبيره للنادي. كان في منافسه كابتن اسماعيل على حسام حسن بين الاهلي والزمالك في وقت من الاوقات، بتشوف انه رحيله او انتقاله للنادي الاهلي دي خساره لنادي الزمالك؟ لا خالص، هو اضافه للنادي الاهلي، بس مش خساره لنادي الزمالك. يعني نادي الزمالك موجود اوريدي سيف على مستوى عالي جدا، وهم يعني احتمال كبير يبقى في تعاقد مع هو في تعاقد مع فيرو الثاني، مع فيرو الثاني. كابتن حسين قال كده امبارح، ما افصحش عن اسمه، سأل ان في فيرو الثاني جاي نادي الزمالك، لان سيف من اللعيبه برضو اللي عندها خبرات كبيره جدا، وتأقلم كبير على الدوري المصري، بدايه من المقاولين، قبل كده هو كان في طنطا على فكره،
سيف. ايوه وخلاص يعني نادي الزمالك دخل في المنظومه ومؤثر جدا معانا. كابتن وليد لو رحنا للنادي الاهلي النهارده في ثلاث صفقات غير طبعا حسام حسن في بيرسي تاو وفي ميكسوني وفي كريم فؤاد، لو ابتدينا بكريم فؤاد لو انت هترتبه مع اكرم توفيق اللي فجاه فرض نفسه على مصر كلها في مركز الباك اليمين مع محمد هاني، تحط كريم فؤاد رقم كام؟ لا بص مش هرقم كريم فؤاد في المكان ده. كريم فؤاد صفقه رائعه للنادي الاهلي ان هو بديل للمكانين باك رايت وباك ليفت. أيوه. كريم باك ليفت كويس جدا طبعا وباك رايت كويس جدا وصغير منتخب اولمبي ولد ملتزم جدا شغال على نفسه زي ما الكابتن اسماعيل بيقول. بالعكس كريم صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي لان انت عندك مشكله ان لما علي معلول بيغيب محمود وحيد الاصابات والدنيا بتبقى صعبه شويه، بتجيب ايمن اشرف فبتخسره كسرد باك. صحيح. الناحيه اليمين انت محمد هاني برضو البطولات كتير جدا، النادي الاهلي بيدخل في كل البطولات عايز ياخدها، النادي الاهلي واخد خمس بطولات. صحيح. محمد هاني يستحيل يلعب كل البطولات، عشان كده جبت اكرم توفيق. اكرم مفاجاه للجميع. مفاجاه ليا انا. لا لا يعني بسم الله ما شاء الله، وحتى افتكرنا كلنا في الاول ان هو هيبقى بس بيسد يعني واجبات المركز. لا ده هو اللي اجبرك في المركز. هو اكبر الجهاز الفني واكبر مستر موسيماني وهيجبر الكابتن حسام البدري انه واكبر الكابتن حتى شوقي غريب، الكابتن شوقي غريب حاطه في نص الملعب لكن في اي حاجه يروح حاطه. يعني اكرم توفيق بيجبر اي مدير فني ان انا لازم اكون موجود في الملعب، فدي حاجه مفاجاه. والمفاجاه الاكبر ان انا كنت خايف يا كابتن اسماعيل من انقضاضه انذار في طرد او ضربات جزاء، لكن هو بقى يدخل جوه المنطقه عب راجل ومحترم. حاجه نموذج مشرف بصراحه. حسيت ان هو اساسا باكرايت يعني من طريقه لعبه والله وعنده خبرات وخد الشيب بتاع الباك رايت وبدا بص الاوفرات بتاعته مظبوطه وبدا كل حاجه. ده هنا هدفه في نادي الاتحاد لما كان بيلعب في نص الملعب. أيوه. في الاول خالص تقريبا ده تقريبا مع مستر فايلر اعتقد تقريبا لان دي المباراه ده موسيماني ده لا ده موسيماني متهيألي الدور الاول موسيماني الدور الاول والله مش دي المباراه اللي فتح فيها الكابتن حسام حسن الجيم من الاول خالص. ما هو ده ايوه طب ما هو الدور الاول فاكرم توفيق مهم جدا. كريم بقى فؤاد مهم جدا ان هو بديل، زائد طبعا قلنا مرارا وتكرارا النادي الاهلي محتاج جناحين يكون عندهم الحلول الفرديه. حلو قوي. جينا عند الجناحين دلوقتي يا كابتن اسماعيل. النادي الاهلي جاب بيرسي تاو وجاب ميكيتسون، والنادي الاهلي اصلا عنده كم من الاجنحه بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج. عنده حسين الشحات، عنده وليد سليمان، عنده كهربا، عنده طاهر محمد طاهر، عنده كهربا، وعنده اجايه اتكلم في ستة، وعنده صلاح محسن ادي سبعه، وليد سليمان ما انا قلت وليد سبعه. وليد قال وليد. مين من السبعه دول انت شايف انه هو محتاج يجرب في مكان تاني ويدخل بيرسي تاو ويدخل مكانه؟ ما هو ميكيتسوني اختيار بيرسي تاو وماكستوني. مين اللي اختارهم؟ المدير الفني. صحيح. معنى كده ان هو هيبقوا موجودين بنسبه 100% داخل الملعب. مش معقول هجيب اثنين محترفين بالمستوى ده بالارقام الكبيره عشان يقعدوا عندك، يقعدوا بره، يبقى اكيد اجاي هيطلع بره. يعني اكيد هيبقى في اعاره. صح. ما هو كده اكيد. من الخمسه احنا عندنا في النادي الاهلي في خمسه، عندنا معلول وعندنا بنون وعندنا ديانج وعندنا اجايه وعندنا ولتر بواليا، فده معناه انه من الخمسه دول في اثنين هيطلعوا اجايه وبواليا عشان يخش مكانه بيرسي تاو. انا هيبقى اجايه وبواليا يعني. اما الاجنحه وطريقه اللعب اللي هيلعب بيها موسيماني لازم في ناس هتبقى بره 18 فتره كبيره يا وليد. من السبعه اللي انت قلتهم يا ابراهيم. كابتن وليد ولتر بواليا شايف انه نجح ولا ما نجحش ولا ما خدش فرصه كافيه، وايه سبب عدم نجاحه لو انت شايف انه ما نجحش؟ بص هي مش فكره نجح ولا ما نجحش، اللعب في الاهلي والزمالك صعب جدا ضغوط. جدا ضغوط وانت جاي في يناير والدنيا مخنوقه فغصب عنك انت الاهلي ما بيصبرش يعني لازم تدخل دخول زي ديانج كده. أيوه. زي علي معلول دخول ما فيهوش هزار يعني انا نمره واحد وتوبسون وبصراحه الامانه الراجل اداله. صحيح. الراجل اداله حتى كان في اعتراض فتره من الفترات اداله بدري. معلش بس يا كابتن اداله بدري ما لحقش. انا يعني مختلف في دي لان شايف انه لعيب ومحترف وبيلعب في الدوري المصري ومكسر الدنيا مع البونا. هو برضو اداله في دخول الاهلي كان كويس وكان فارق ورجله كعبه عالي على الملعب على كل الفرق. ما رانش تمرينتين ماشي بس هو كان عايز يديله كابتن ماتشات برضو يا كابتن. معلش فرود النادي الاهلي بيروح كتير والله ماتشات سهله يعني النادي الاهلي بيروح كتير. هو
خلاص ما عرفش يتأقلم. أيوه. ودي ولا ذنبه ولا ذنب النادي الأهلي. يعني الظروف في النادي الأهلي صعبة جدا إن أنا أفضل أصبر عليه. وده حصل مع بادجي لو صحيح. تفتكر صحيح. الراجل لعيب كبير وحتى بيلعب في أوروبا. عشان نكون أمنا تجربة فلافيو مش هينفع تكرر طول الوقت. لا يعني لا دي تجربة استثنائية يعني. ودي قصة مختلفة. بالظبط. لأن فلافيو مستر مانو الجزي صبر عليه لان الاهلي كمان بيكسب بالزبط. وبيكسب بطولات وعندك ناس تشيل صحيح. عندك تريكا وبركات وعماد ما ينفعش تعممها يعني. لا لا ما ينفعش. يعني ممكن فلافيو لو كان جه في وقت تاني وما كانش صدفه توفيق زي ما حصل قبل كده كان ممكن يمشي. لا ما ينفعش. ما كانش حد يصبر عليه. معلش الكواليتي يعني معلش احنا جبنا ايفونا. انا كان يعني كنت موجود ساعه ايفونا يعني كان لي الشرف ان انا مع المهندس محمود طاهر طبعا ان احنا نجيب 8 صفقات حجازي ورامي ربيعه واحمد فتحي والسوليه وايفونا وجون انطوي لو تفتكر المجموعه. أيوة اللي هي كنا خسرنا دوري وكاس 2014 وتم التدعيم تم التدعيم ده فخدوا الدوري والكاس والسوبر تمام. ايفونا اول ما جه ايه طق بصم مفيش حتى كنا جايبين جون انطوي معاه قعده يعني انا ما جيبش فرود واجنبي وصفقه وهتقول لي اصل لسه ويتاقلم ده مش طبيعي. ده انا عايزك تدخل على طول. ما انا يعني مثلا جايب بيرسيتاو راجل بيلعب فيرتو يعني انت برايتون انت بتتكلم في ايه يعني انا لازم اخش دخول سريع يا راجل. ده حسين الشحات لما جه من العين لما اتاخر شويه في الدخول الدنيا اتقلبت. صحيح. ما انا برضو كلام. طب بمناسبه الاجنحه كابتن وليد انت شايف ان بيرسيتاو وميكيسوني يدخلوا مكان مين في اجنحه النادي الاهلي دلوقتي؟ هو اجاييه هيغادر تمام. بنسبه كبيره وممكن حد يطلع مش عايز اقول اسماء بس وارد ان حد كمان يحترف عشان دي الخريطه البادجت الميزانيه انا ما اقدرش اجمع اللعيبه واسيب كله قاعد لا لازم في ناس هتتحرك مش عايز اقول مين لا علشان ما نعرفش خريطه النادي او اختيارات كمان. لكن في الاخر انا هيبقى عندي 2 عندهم حلول فرديه مع النجوم اللي موجوده اللي جابت كل البطولات حسين الشحات وكهربا وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وليد سليمان طبعا خبره كبيره مع كل اللعيبه اللي موجوده. كابتن اسماعيل ناس كتيره جدا شافت طبقا للارقام ان ده واحد من اسوا مواسم النادي الاهلي دفاعيا طبعا. بتشوف ان ده كان واحد من اهم اسباب خساره الاهلي للدوري؟ طبعا لان في مباريات كتيره اهداف النادي الاهلي اول مره ان هو داخل فيه 28 هدف بالظبط رغم ان القوه الهجوميه كبيره 70 هدف انما 28 هدف الرقم ده ما كناش بنشوفه فتره كبيره وده اللي اثر وفي النادي الاهلي ومستواه في الفتره الست سبع ماتشات الاخرى بما فيهم حتى زي مباراه الانتاج 3-2 يعني كل المباريات النادي الاهلي بيتلقى اهداف ففي مشكله فعلا دفاعيه وليد هيتكلم فيها مشكله دفاعيه في النادي الاهلي فده يعني التدعيم في الجزء الامامي وده كويس جدا انما في مشكله في الجزء في اللاين في الحته الدفاعيه الصفقات اللي محتاجها موسيماني في وجهه نظر كابتن وليد السنه الجايه ايه؟ بصوا مبدئيا انا عايز برضه اقول ان الحاله الغير طبيعيه دي في الدوري سببها اجهاد غير عادي انهاك صحيح لان الاهلي داخل في كل البطولات وبيكسبها وبياخدها فانا انا عندي 2 منتخب مصر واحد منتخب المغرب واحد منتخب تونس ووراهم احسن حارس في افريقيا فانا يعني انت بتكلم في محمد هاني وايمن اشرف دول منتخب مصر بدر بنون منتخب المغرب علي معلول منتخب تونس محمد الشناوي يعني حدث ولا حرج احسن جون في افريقيا فهي الفكره مش ده المستوى الطبيعي في الدوري هم منهكين انت هات الجون بتاع تقريبا البنك الاهلي بص بدر بنون بيتمشى مش قادر يرجع سبرنت خلاص يعني النادي الاهلي مش من الطبيعه انه يتقدم ويجي فيه جون التعادل او الهزيمه زي سموحه زي البنك الاهلي زي خلي بالك يا وليد الموسم الجاي هيبقى كده الموسم الجاي هيبقى كده كل الثلاث ايام في بطوله افريقيا وفي سوبر وفي في في وغير كمان كابتن اسماعيل كابتن وليد غير الارهاق البدني الارهاق الذهني انا النهارده عشان اوصل باللعيب لاقصى مراحل التركيز في نهائي بطوله وبعد كده اخش نهائي بطوله وبعدين اخش نهائي بطوله عشان اطلب منه طول الوقت يبقى في الشده دي حاجه وعلشان كده على فكره كابتن خطيب نزل للعيبه وادالهم الرساله دي كابتن خطيب انا شايف انها رساله مهمه جدا ان الكابتن خطيب عايز يحمي اللعيبه بتاعته ايوه وده دوره وده وقته
هو نازل يقول للعيبه انا بشكركم وبشكر الجهاز الفني علشان يدي رساله لجماهير النادي الاهلي ان انا بحمي لعيبتي لان الجمهور والجمهور يعني معود النادي الاهلي. بس عايز افكر الجمهور بحاجه، احنا واخدين كل البطولات انت واخد كل خدت افريقيا وخدت السوبر وخدت افريقيا اللي قبليها وتالت كاس العالم الأندية يعني انت واخد كل البطولات، فمعنى ان الفرقه يحصل لها دروب وده مش طبيعي. مش طبيعي ان النادي الاهلي يبقى عنده 7 ماتشات او 8 ماتشات. كنت انا بقى وجهه نظري كان المفروض يتقفل على الفرقه بعد ما رجعت من السوبر. ايوه تحديدا فاضل 8 مباريات وانا ليدنج الدوري اقفل. نادي الزمالك طبعا المعسكر اللي عمله يعني نادي الزمالك بقى شدك. خلي بالك يا وليد انك قررت ان كل 3 ايام مباراه بالنسبه لنادي الزمالك برضه حصل فتره من الفترات وقعد في معسكر وقعد في معسكر بس قفل على نفسه فتره كبيره. هو ده اللي عمل الريكفري وعمل لعيبه كبار زي اللي موجودين في الزمالك والاهلي وفرقه بتنافس على بطولات لازم يبقى عندهم كم اللعيبه اللي تقدر تنافس على المستوى الذهني وعلى المستوى البدني والفني. صح لكن مش الطبيعي انك تتعادل 4 مباريات. تتعادل بيراميدز والاسماعيلي والجيش والجونه كتير على النادي الاهلي في 8 مباريات انت عارف انك لو دوست هتاخد بطوله. دي الكوره اللي انت بتقصدها اللي هي بتاعت الجون بتاع الانتاج الحربي. بالظبط. ايوه بالظبط. هو في انهاك غير عادي لان الطبيعه يا كابتن ابراهيم ان النادي الاهلي لما يتقدم في المباراه وانا بقى كنت في الملعب وكابتن اسماعيل كان في الملعب لا المباراه بتتحول مباراه سهله جدا. صحيح. للامانه مع كامل الاحترام لكل الفرق بس المعاناه اللي بيعانيها لعيبه الاهلي والزمالك في ان المباراه تبقى مقفوله. ايوه لكن وانس ان انت جبت جون انت بيبقى فيه مسافات. المسافات دي اي لعيب مهاري خلاص الدنيا بقت سهله. بمناسبه بقى اللعيب المهاري وبمناسبه الماتشات المقفوله، محمد مجدي قفشه واحد من اللعيبه اللي تم استنزافها طبعاً. بالمعنى الحرفي للكلمه على مدار الموسم بالنسبه للنادي الاهلي طبعا. بتشوف مين بديل قفشه؟ وهل ناصر ماهر اخذ فرص ولم يوفق يعني ما استغلش الفرص دي ولا ما اخذش الفرصه اللي تخليه يعبر عن امكانياته جوه النادي الاهلي؟ هو بص حظه وحش يعني انا ناصر ماهر اول ما جه من الاعاره حظه وحش. هو حتى انا كلمته في النادي الاهلي وكنا بنلعب خماسي كده وقابلته قلت له يا غشي نازل ماتش الاتحاد السكندري والراجل بيديك ربع ساعه تعمل استحواذ كل كره ناطط هوب خلع في الكتف اقعد بقى. اللعيب يبقى ذكي خصوصا اللي جاي من الاعاره. انا جاي من اعاره وبلعب لبديل غير عادي مجدي قفشه والمباراه 4 وانا نزلت العب بقى العب ما تبينش للراجل ان انت يعني ما تعتمدش على القوه. أيوه. وانت اصلا لعيب مهاري. فهو الله يكون في عونه ناصر يعني حظه وحش لكن انا اشوف ان البديل لمحمد مجدي قفشه يبقى احمد عبد القادر. احمد عبد القادر عنده حلول ولعيب صغار في السن ويمتلك مهاره وسرعه والحته رقم 10 دي ممكن جايب 8 اهداف وصنع 5 السنه دي مع السموحه زي مصطفى فتحي بالظبط لما قلنا على يخدم النادي الاهلي احمد عبد القادر. يعني انت مع رحيل ناصر ماهر لبيراميدز؟ يعني مش اعاره. ناصر ما يتباعش. أيوه. لعيب منتخب اولمبي ولسه صغير تمام. فيطلع اعاره ويرجع احمد عبد القادر ويرجع عمار في نص الملعب في رقم 8 ينافس مع الناس اللي موجوده. مكملين كلامنا مع حضراتكم بصحبه نجوم مصر خليكم معانا. تجمع منتخب مصر وقائمه منتخب مصر اللي اعلنها الجهاز الفني النهارده بقياده الكابتن حسام البدري عشان عندنا لقاءين مهمين جدا في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم 1 سبتمبر ان شاء الله قدام انجولا والجابون 5 سبتمبر. كابتن وليد رايك ايه في قائمه منتخب مصر وبتشوف فرص منتخب مصر عامله ازاي مع غياب النني ومع غياب محمد صلاح؟ يعني ان شاء الله فرصنا كبيره جدا. انا من الناس اللي متفائله ان شاء الله باذن الله سواء في امم افريقيا او في كاس العالم ان شاء الله باذن الله هنوصل. بس المباراه الاخيره ان شاء الله باذن الله بعد ما نطلع في تصفيات كاس العالم ربنا يكرمنا في ان احنا ناخد منتخب يعني ما ناخدش الجزائر ما ناخدش السنغال ناخد منتخب يكون ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نعديه ونوصل كاس عالم. حلم المصريين كلهم ان احنا نكون موجودين في قطر 2022 ان شاء الله. أيوه. القايمه 27 اسم اللي قدامي تقريبا. طبعا اسامي كتير وكابتن حسام واخد كل يعني كل الناس اللي اجتهدت عامل حسابه ان في احتمال ناس ما تجيش. يعني انا شايف حجازي طبعا محمد الشناوي وابو جبل والهاني سليمان
انا بحيي كابتن حسام لان الثلاثه متالقين بشكل كبير صحيح. جدا والثلاثة محمد صبحي بصراحه كنت يستحق. محمد صبحي يستحق كمان لكن الهاني سليمان وابو جبل والشناوي احسن ثلاث حراس في مصر دلوقتي بصراحه. حجازي محطوط فحجازي مش عارفين هيجي ولا لا لكن الونش اوكي بقى علي جبر برضو للخبره الدوليه باهر المحمدي رجع مع الاسماعيلي بشكل كويس اكرم توفيق طبعا عمر جابر بيلعب على فترات بس برضو خبره كبيره ايمن اشرف طبعا عبد الشافي بحيي الكابتن حسام البدر انه موجود ابو الفتوح يستحق جدا طارق حامد والنني ما مش عارفين النني برضو هيجي ولا لا لكن طارق حامد حمدي فتحي عمرو السوليه مليون في الميه الثلاثه متالقين حسين الشحات وزيزو وعبد الله السعيد وقفشه رمضان صبحي كان مستنيه هو امبارح ورمضان لعب بعد ماتش المقص طبعا صلاح محسن بحيي الكابتن حسام على مصطفى فتحي اختيار رائع ويستحق طبعا طبعا محمد صلاح نتمنى انه يجي هو كابتن طبعا حسام حطه هو والنني عشان لو حصل في امور وحجازي طبعا محمد شريف ومصطفى محمد وكوكا طبعا هايلين كنت اتمنى ان احمد ياسر ريان كمان يكون موجود لانه بصراحه متالق كنت عايز احمد بتشوف بمناسبه احمد ياسر ريان بتشوف ان الافضل ليه ان هو طلع في تجربه الاحتراف دي وما كانش قاعد في النادي الاهلي لا مش فكره ما كانش قاعد بص يا ابراهيم عندي قناعه ان اي لعيب صغير يجي له احتراف هو احسن لمنتخب مصر واحسن للنادي بتاعه واحسن ليه يعني بصراحه انت في الاخر مثلا مصطفى محمد غادر نادي الزمالك ما تاثرش واشتغل الجزيري واشتغل مروان حمدي بشكل كويس والدنيا مشيت لكن مصطفى في ثلاث انديه فرنسيه طالباه فدي حاجه مهمه لمنتخب مصر صحيح. احمد ياسر ريان بعد خمس دقائق ما شاء الله بيهدف اول تك على طول واحمد ياسر ريان انا مرنته في النادي الاهلي مواليد 98 يعني احمد لا يعني خامه جامده جدا سرعه وقوه وشمال شغاله ويمين شغاله وهيدرز وحاجه جميله فلو خد له سنه سنتين هتبص ان شاء الله يروح في حته بعيده باذن الله كابتن اسماعيل بديل محمد صلاح زيزو ولا مصطفى فتحي مصطفى فتحي طبعا مصطفى في فتحي. المستوى الرائع البدني والفني اللي هو فيه لا والتهديفي لا امثل واحد ان هو يلعب مكان محمد صلاح بس عندي تعليق على القائمه كنت انا وجهه نظري الشخصيه ان محتاج حد في السرد باكات ان ممكن يجي حجازي او ما يجيش انما وجود محمد عبد الغني بالمستوى الاخير اللي ظهر بيه كان يستحق فرصه هو واحمد رفعت من نادي المصري حقيقه يعني لانه مستواهم ثابت بقاله فتره كبيره انما لا جدال ان المجموعه الموجوده ان شاء الله تعمل حاجه كويسه بس هو هيقابل الكابتن حسام بدري هيقابل مشكله في الاجهاد في الفتره لان اللعيبه كل المجموعه ديت لعبت 7-8 ماتشات في خلال 12 يوم 13 يوم اي يعني يومين وماتش يومين وماتش فده دي مهمته الاساسيه ان هو يعمل الاستشفاء كويس بالنسبه للعيب انما انا شايف ان ان شاء الله منتخب مصر هيعمل بس هو اللي عندهم مشكله في الحضور هو نني وصلاح حجازي جاي ان شاء الله ما فيهوش مشكله ما فيش مشكله في مصطفى فتحي على مستوى عالي في السوليه في طارق حامد في حمدي فتحي في لعيبه في زيزو بيلعب في ممكن يلعب في 8 في عبد الله السعيد لا مجموعه كويسه في قفشه يعني المجموعه اللي موجوده افضل مجموعه في الدوري المصري كابتن وليد بتشوف الاستخدام الافضل لمصطفى فتحي حته الجناح اليمين ولا انه يلعب في قلب الملعب يلعب في حته رقم 10 البلاي ميكر بص هو بيلعب الاثنين بشكل كويس قوي لكن انت الفكره انك هتفضيه ازاي هو شفنا فترات كتير مع نادي الزمالك لما بيلعب على الطرف ممكن الباك بيبقى ضاغط عليه قوي وبرضه التزامه بتعليمات المدير الفني ممكن ما تبقاش عارف يهربه قوي لكن في القلب كابتن احمد سامي بيعمل حاجه كويسه قوي قاسم الفرقه اتنين في ناس بتدافع واول ما تقطع حط لمصطفى حط لاحمد عبد القادر فهو مهربه على طول يعني تحس ان مصطفى فتحي مش ممسوك وعلشان كده انت تلاقي على طول الكره بتجيله عشان ما بيدافعش وطبعا عشان ما هو الكابتن احمد سامي عامل كده هو بذكاء شديد جدا هو شاف ان الفرقه مقسومه اتنين فراح قاسمها من وجهه نظر انا ما اعرفش الكلام ده صح ولا لا بس حاسس ان وانا بتفرج على مباراه سموحه مجموعه بتدافع 6-7 واول ما اقطع الكوره احط لعبد القادر احط مصطفى فتحي فانا مفضيه على طول احنا مش مصطفى فتحي يا وليد بيلعب 10 مصطفى فتحي يا طرف يمين يا طرف شمال دي اكتر نقط قوه بالنسبه لمصطفى يعني لو احنا حاولنا ان احنا نلعبه 10 هيبقى مخنوق مش هيبقى قدامه مساحات عدلته حتى مش هتبقى مظبوطه فهو يلعب يا طرف يمين يا طرف شمال زي المباراه اللي فاتت مع سموحه اللي جاب فيها هدفين لعب طرف شمال ودي كان مفاجاه ليا لان امثل مكان لمصطفى فتحي بيلعب ناحيه
الرايت عشان يشتغل ويلعب سيروات او يخش انما المباراه اللي فاتت لعب طرف شمال وكان كويس جدا. بالنسبه لمنتخب مصر فضل. كمان عايز اقول حاجه بس طبعا انا عارف ان الكابتن حسام مش هيعملها هو بيحب 4-2-3-1 بس انا شايف في الظروف اللي احنا فيها دي احنا لو لعبنا 4-3-1-2 انا شايف ان المردود هيبقى اعلى خصوصا في مباراه انجولا اللي عندنا. هستغل مصطفى وشريف. برافو عليك مصطفى محمد ومحمد شريف أيوه. يلعبوا في رودين وتحتيهم قفشه انا شايف ان الثلاثه بلغه الثلاثه نص الملعب مين بالظبط؟ ثلاثه نص ملعب طارق حامد. كان سؤالي ليك اصلا مين الاثنين اللي في نص الملعب؟ اوكي طارق حامد رقم 6 وعلى يمينه زيزو وعلى شماله السوليه. طبعا طارق حامد رقم 6 أيوة. وعلى يمينه زيزو وعلى شماله السوليه. السوليه ما بيلعبش شمال كويس. لا بيلعبها ولعبها يعني... لعبها بشكل كويس جدا. وخد بالك انا واحنا معانا الكوره زيزو هيطلع يكمل ناحيه اليمين اللي هي قدام اكرم توفيق. اتكلم تكتيكيا اتفضل. تكتيكيا لو هتلعب 3 لازم يبقى هاف رايت وهاف ليفت وهاف ديفندر 6 صح. فالهاف ليفت ده يبقى فتوح والهاف رايت واخد بالك ممكن يبقى السوليه ممكن يبقى ممكن زيزو تمشي يعني ممكن التركيبه بتاعت الثلاثه. سؤال بس السؤال بقى هنا لو احنا بنتكلم بشكل تكتيكي يا كابتن اسماعيل كابتن وليد هل ده وقت مناسب في وسط الموسم ان انا اغير تكتيك لمنتخب مصر؟ لا ما انا قلت لك ايه في الاول كابتن حسام مش هيعمل كده او يعني الله اعلم بس انا قصدي انا بشوف برضو تاني المنتخب اصله دايما بيبقى عايز من المدير الفني ابداع يا ابراهيم لازم يبقى لما يكون عندك وقت يا وليد. ايوه بس لما يكون عندك وقت ما عندكش وقت اللعيبه بتتجمع في وقت قليل جدا. لو انا لازم اشوف الحاله بتاعت اللعيبه النهارده انا عندي الاطراف مثلا جاي لي رمضان صبحي جاي من اصابه فمش مش ما اظنش انه هيلعب. محمد صلاح مش موجود ادي تريزيجيه مش موجود ده الثلاثه اللي قايم عليهم منتخب مصر على الاطراف فالاطراف بتاعتي القويه مش موجوده. هاجي انا اجرب ماشي مصطفى فتحي احتمال احط ممكن زيزو بس على الاقل بثبت ما يمكن تثبيته ما بغيرش العدد الاكبر يعني المراكز موافقك بس انا بقول ان ممكن لو انا مثلا عندي اتنين زي مصطفى محمد ومحمد شريف وشايفهم متالقين والمباراه على ملعبي وانا المباراه بجمهور ولا من غير جمهور؟ لا اعتقد من غير جمهور يعني كنت اتمنى طبعا انها تبقى بجمهور بس على ملعبي. شريف ما لعبش طرف لا شريف يلعب يعني يلعب, يلعب, بس يلعب بس طرف خاصة برضو ان في نقطة مهمة يعني انت كابتن اسماعيل ما عندكش كمان ربنا يا رب يرجعه بألف سلامة ان شاء الله تريزيجيه. تريزيجيه اللي هو كان المكان ده وصلاح بالظبط كده. ما انا قلت يلعب طرف شمال لا يعني محمد صلاح وتريزيجيه الاثنين الاساسيين. انا قصدي يعني المكان بتاع ناحيه الشمال ده كان ممسوك او كان محفوظ ومحجوز لتريزيجيه بما ان تريزيجيه مش موجود فانا ممكن استغل محمد شريف في الحته دي. الاحسن انه ما يجيش من الطرف قوي كده يعني انا مش مقتنع بيها. انا مقتنع انه يتلعب الاثنين عمرو زكي وعماد متعب اكن عمرو زكي وعماد متعب واحد محطه ويهد في الديفنس ويقف على الكره والتاني بياخد من وراه. يعني محمد شريف لو جنب مصطفى محمد انا بقول لك المردود محمد شريف كل هجمتين هيروح بكوره. ليه؟ لان محمد شريف لما يكون جنبه مصطفى محمد وانا بطلع عليه وهو ياخد من تحتيه أيوه. انا شايف ان ده تدي مردود اقوى خصوصا لو تحتيهم قفشه. انت عندك بلاي ميكر وعندك زيزو طياره من ناحيه اليمين. ده تخيل انا يعني طبعا أي. كل واحد بس انا قصدي ايه ان مهم جدا ان المدير الفني للمنتخب يبقى عنده ابداع. ليه؟ لان انت بتقع تحت حاجات. انا 72 ساعه المنتخب هيتمرن معايا تمرينه. طب انا الاطراف بتاعتي مش موجوده. طب انا مثلا يعني ربنا يفعونه اللعيبه مستنزفه وفي نفس الوقت الفتره قليله جدا الوقت ضيق جدا ما عملش معسكرات طبعًا. عشان يطبع اللعيبه على طريقه اللعب اللي ممكن يلعب بيها طبعًا. فهو يلعب بالطريقه القديمه بس ان شاء الله هنكسب ان شاء الله هنكسب ان شاء الله هنكسب وهنكسب ان شاء الله مكسب كويس. طب كابتن اسماعيل لو احنا بنتكلم في الطريقه المعتاده للكابتن حسام البدري اللي هي 4-2-3-1 انت بتشوف مين الاثنين اللي لعبوا في قلب الملعب؟ اشوف طارق والسوليه. طارق والسوليه وقدامهم قفشه. قدامهم قفشه الثلاثي اللي قدام انا شايف ان زيزو ناحيه اليمين ايوه شريف ناحيه الشمال ايوه مصطفى في القلب مصطفى سنتر فورورد. مصطفى سنتر فورورد على مصطفى يعني مصطفى محمد. مصطفى محمد طب بس انت حطيت زيزو هنا مكان مصطفى فتحي. انت قلت الاول ان شايف ان مصطفى فتحي هو يلعب يلعب يعني ما يعني ياخد جزء كبير من الماتش لكن يبدا كده يبدا بزيزو طبعا زيزو ناحيه اليمين وقفشه زيزو قفشه مصطفى محمد فرود محمد طرف شمال شريف محمد شريف طبعا
وينزل بالاثنين عادي، محمد شريف ومصطفى محمد، ما فيش مشكله. والاربعه بقى الديفندرز مين؟ الاربعه يبقى المساكين. المساكين هي عندك باك يمين مين وباك شمال مين واثنين مساكين مين؟ باك يمين عندك كتير يعني، عندك اولا هيبقى ناحيه شمال محمد عبد الشافي، تمام، يلعب بحجازي والونش دول، تمام. وباك يمين بقى مين يعني؟ يتلعب اكرم؟ اكرم طبعا، ولا عمر جابر؟ لا اكرم، اكرم اقوى، فت، اصغر، كل حاجه يعني، يقدم مستويات على اعلى مستوى. وماهر على فكره ممكن يلعب الحته دي، مش جاهز لسه. لا ليه ما خد فتره شغال مع بس مش باك رايت، بيلعب سيرد باك يعني، لكن البوزيشن ده يلعب فيه اكرم توفيق وهو مرتاح لاي حد. كابتن وليد تشكيلتك؟ الشناوي، الشناوي، اكرم توفيق، ايوه، بنسبه كبيره، لان متهيالي ان حجازي ممكن ما يجيش، فيبقى الونش. لا حجازي ما فيهوش مشكله ان شاء الله موجود، يبقى حجازي والونش، ايوه، احمد ابو الفتوح باك ليفت. تشكيلت انا ولا تشكيل الكابتن حسام البدري؟ تشكيلت انا زيزو. وخلي بالك برضه من حاجه، انه احنا عندنا ماتشين الفرق ما بينهم اربع ايام. فممكن لعيبه تلعب في الماتش الاول على ارضك، انت عندك بتلعب على ارضك بنزعه معينه، صح، عندك صح وجبات ثانيه بفرق زمني قليل جدا، باستهلاك بدني موجود عند الفرقه، فممكن نلاقي طبعا اسماء، ومش ممكن، اكيد هيبقى في اسماء تلعب هنا، واكيد اسماء ثانيه تلعب في الماتش اللي بعد كده لو ماتش الجابون يعني. كلام مظبوط مليون في المية. على فكره احنا هيبقى تشكيلنا واحد بس يعني بمهام مختلفه. أيوه. يعني انا اقول زيزو وطارق حامد السوليه هو اللي اختاره بالكابتن وقفشه مش هيلعب مصطفى محمد ومحمد شريف. لا يعني الاسامي هي هي بس التشكيله مختلفه. طب قول لي بقى، احنا قلنا لو احنا نلعب بتشكيل كابتن حسام 4-2-3-1، هي هي نفس اللي انا قلت لك. شناوي، شناوي، اكرم توفيق، حجازي، الونش، بس انت بتقول ابو الفتوح بدل عبد الشافي. شايف بس بدنيا ان الاطراف لازم يبقوا بدنيا اللي يبتدوا يبقوا اقوياء جدا، ممكن بعد كده استغل الخمس تغييرات في وفي نص الملعب. طارق والسوليه وزيزو وقفشه وشريف ومصطفى محمد، بس انا بشكل تكتيك مختلف. مش يعني هغير، انا عايز ايوه، ما انا عارف. اوكي انا بقول رؤيتي انا. لكن هو ممكن ما يغيرش التكتيك يعني، دي حاجه طبعا. احنا عامه يلعب شريف، يلعب قفش، يلعب محمد، اي 11 ان شاء الله احنا في ظهر جهازنا الوطني وكابتن حسام البدري وظهر منتخبنا ان شاء الله يكونوا موفقين في ماتش انجولا وماتش الجابون، وان شاء الله مصر تكون موجوده في كاس العالم. في نهايه لقائنا مع حضراتكم النهارده كل الشكر للنجوم الكبار اللي شرفونا ونورونا النهارده. كابتن اسماعيل يوسف شرفتونا، ربنا يخليك يا ايمن، ربنا يخليك. شكرا كابتن وليد صلاح الدين شرفتونا، وحشنا الحصاد حبيب، وراجعين الحصاد ان شاء الله بقوه. شكرا موصول لحضراتكم على المتابعه، نشوفكم على الف خير باذن الله.